أهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام، أسعد الله مساءكم من جديد. هذه حلقة جديدة من المواجهة، سأكون مع حضراتكم على مدار ساعتين متواصلتين تقريبا. أنا أحمد أبو زيد. قبل أن نستعرض مع حضراتكم أبرز الأخبار على مدار هذا اليوم، فقط ننوه إلى فقراتنا في هذه الحلقة. الفقرة الأولى ستكون مع الكاتبة الأستاذة أميرة بهي الدين، حديث حول عيد الشرطة 68. تابعنا بالأمس الاحتفالية التي أقيمت في أكاديمية الشرطة وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي والكلمة التي قدم فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية للشهداء والتحية للأحداث المهمة التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضية، والتقدير الشديد الذي تقدمه الدولة لشهدائها ولي أفراد هيئة الشرطة الذين لا يزالون يقدمون عطاءات ممتازة عبر منحهم أوسمة الاستحقاق التي منحت لأسماء الشهداء، وكذلك أنواط التميز التي قدمت للعاملين الذين لا يزالون يقدمون خدماتهم في جهاز الشرطة. الفقرة الثانية ستكون مع أسرتي بطلين من شهداء الواجب الذين قدموا أرواحهم وهم في خدمة الوطن في جهاز الشرطة. مروة واعر، السيدة مروة واعر زوجة الشهيد العقيد رامي علي أحمد هلال، والسيدة هند حاتم عبد العظيم زوجة الشهيد محمد جمال علي. البداية ستكون مع الأجواء التي تابعناها قبل أقل من ساعتين اثنتين تقريبا في استاد القاهرة الدولي، الحفل الكبير، الحفل الضخم الذي امتلأ بفقرات متتالية وشهد حضور عشرات الآلاف امتلأ بهم استاد القاهرة الدولي، تأييدا للدولة في خطواتها التي اتخذتها على مدار السنوات الماضية، وتأكيد على الإصرار والمضي قدما في كل ما يتم اتخاذه من إجراءات وخطوات بناءة تستهدف عموم الوطن، سواء كانت عبر مشروعات تنموية ومشروعات قومية عرفتها مصر على مدار السنوات الماضية، أو التأكيد على أن المصريين سيبقون دائما شعب واحد وعائلة واحدة بحسب التعبير أو الشعار الذي وضع لهذه الاحتفالية التي شهدت مشاركة واسعة من ممثلي جميع طوائف الشعب المصري. كان استاد القاهرة الدولي الذي سنتابع بعض اللقطات منه بعد لحظات للتأكيد على دعم الشعب المصري للدولة بمختلف مؤسساتها وقياداتها في مواجهة كل أشكال التحديات الراهنة. مدرجات الاستاد امتلأت عن آخرها بالحضور الذين وفدوا من مختلف المحافظات المصرية، من أقصى صعيد مصر إلى أقصى شماله، من مختلف المحافظات المصرية سواء كانوا عبر العائلات والقبائل الذين كان تنظيم هذا الاحتفال على شرفهم وباسمهم، أو من المواطنين المصريين الذين وفدوا من القاهرة ومن دلتا مصر ومن مختلف المحافظات لمن تابع معنا هذا الحفل عبر فقراته المختلفة. سنتابع مع حضراتكم عرضا معلوماتيا عن هذه الاحتفالية التي أقامها مجلس القبائل والعائلات المصرية.
الحفل شهد فقرات متنوعة أحيا فيها عدد من الفنانين والمطربين المصريين فقرات غنائية مختلفة. التقرير التالي يسلط الضوء عن هذه الاحتفالية التي أقامها مجلس القبائل والعائلات المصرية. تحت شعار شعب واحد ووطن واحد، توافد المواطنون اليوم إلى استاد القاهرة للمشاركة في الاحتفالية التي ينظمها مجلس القبائل والعائلات في فعالية تأكيد وقوف أبناء مصر صفا واحدا ويدا واحدة خلف زعيمهم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتفويض جديد بقرار الشعب له في مواجهة التحديات والمؤامرات التي تريد تقويض أسس الدولة وإشاعة الفوضى في أرض الكنانة. مؤتمر اليوم للقبائل والعائلات باستاد القاهرة رابع فعالية من هذا النوع. انطلقت شعلة البداية من محافظة قنا بصعيد مصر بمشاركة متميزة لعدد من رموز قبائل وعائلة الصعيد وعدد من أعضاء مجلس النواب والإعلاميين، ليعقد مرتين أخريتين في محافظتي المنصورة والجيزة. ويشكل المؤتمر لافتة وطنية عامة تعبر عن إدراك شديد لدى المصريين للتحديات الراهنة التي تواجه مصر، خصوصا ونحن نعيش في بيئة إقليمية معقدة يحاول فيها دعاة الفوضى والإرهاب الإيقاع بالدول الوطنية. وليوجه المشاركون في الاحتفال رسالة تؤكد عزم المصريين على التصدي لكل المؤامرات التي تحيط بهم وهم على قلب رجل واحد. هذه إذن الاحتفالية التي أقيمت في استاد القاهرة الدولي بحضور واسع، عدد مقاعد استاد القاهرة الدولي فقط بحسب آخر تعديل طرأ على تركيب المقاعد في استاد القاهرة بلغ نحو 76 ألف مقعد تقريبا في مدرجات استاد القاهرة الدولي، كلها تقريبا كانت ممتلئة. إذا كنتم قد تابعتم هذا الاحتفال فقد شاهدتم حجم الاكتظاظ الذي كان فيه استاد القاهرة الدولي، وإفادات مراسلين ممن كانوا حضورا أيضا في هذه الفعاليات قالوا أنه لم يكن هناك موضع قدم لأي من الحضور بحكم الازدحام الشديد الذي كان حاصلا والاكتظاظ الذي امتلأت به مدرجات استاد القاهرة الدولي. اللافت كذلك أنه وبعد انتهاء هذه الاحتفالية بدقائق معدودات كان الاستاد تقريبا شبه خال، ما أشار إلى عملية تيسير وسهولة كبيرتين شهدتهما مسألة دخول وخروج الحاضرين والمشاركين في هذه الفعاليات، فعاليات فنية وفقرات غنائية كبيرة تم تنظيمها على هامش هذا الحفل. الأستاذ أكرم القصاص رئيس التحرير التنفيذي لصحيفة اليوم السابع ينضم إلينا عبر الهاتف. أستاذ أكرم، من الذي كان يستهدف إيصال هذه الرسالة، القائمون على تنظيم هذا الحفل ولا المشاركون فيه؟ والله هو كل الأطراف، يعني الحقيقة أنه كانت مناسبة، يعني أنا بحب أسميه احتفال الشعب المصري، يعني المصريين حبوا أنه هو الجو والاحتفالية ويعني فكرة انه يبقى الناس كلها في جهة واحد ويبقى الناس كلها عندها احساس بانه في حالة اطمئنان او كده، لانه يعني طبعا احنا عارفين انه خلاص فكرة التظاهر او فكرة الخروج بناء على تعليمات من قطر او من تركيا يعني سقطت بشكل كبير، وهم بيروجوا انه في خوف وفي الاجهزة الامنية يعني بقت جزء من الشكل العام، واحنا في حاله اطمئنان وحاله استقرار والناس بتفسح وبتخرج وبتحتفل. يعني الفكره دي مهمه انه يبقى حياه الناس الطبيعيه، في حركه سياحه، في حركه في البلد، في شراء، في بيع، في كده، ده كله مظاهر عامه للحياه الطبيعيه. يعني فكره الرساله انه المصريين عايشين حياتهم بشكل طبيعي وانه مفيش تفاصيل، وانه حتى وجود القوات الامنيه او غيره، هو الفكره ايه؟ انه يبقى حاله امتزاج عام واطمئنان عام للاطراف المختلفه. يعني عشان كده دي الرساله المهمه. استاذ اكرم، مساله سلامه الجبهه الداخليه المصريه واللحمه الوطنيه القائم عليها منجزات مختلفه، ما علاقتها بما جرى اليوم؟ هل كان من بين الرسائل المقصوده او من بين الاشارات المرعيه مساله التاكيد على سلامه الوحده او الجبهه الداخليه المصريه؟ لا، هو طبعا موضوع الوحدة والجبهة والناس كلها موجودة والناس كلها في اتجاه واحد، ده يعني من فترة طويلة الحقيقة، يعني من فترة طويلة، بمعنى انه الناس بتمارس حياتها بشكل طبيعي، بتخرج بشكل طبيعي، يمكن كمان الجو برد ومع ذلك الناس موجودة في الشوارع وفي حالة زحمة والطرق، والناس زي ما بقول بتتظاهر وبتخرج بشكل طبيعي يكاد يكون ابتعد عن اي افكار اخرى.
فكرة انه في حالة الوحدة العامة موجودة في الشعب المصري الحقيقة في كل الاوقات، يعني ما فيش، ما وصلتش في اي وقت من الاوقات لحالة انه يبقى فيه تشظي او فيه كراهية او طائفية او مذهبية، او يعني يمكن دي ميزة مهمة جدا، وهذه الميزة فرضت هو نفسها. الرهان لا يزال قائم على ضرب هذه القيم أو المفاهيم، ولا تجاوزنا أصلا هذه المحاولات؟ يعني اعتقد انه المحاولات اللي تمت خلال السنوات اللي فاتت وبالذات في السنوات الاخيره، ويمكن في الفترات الاخيره، احنا عارفين انه الموضوع بقى بالنسبه لهم، بالنسبه للتحريض او محاوله الوقيعه او محاوله اطلاق شائعات او غيره، اصبح اقرب للكوميديا، يعني الناس بتضحك عليه. ليه؟ لانهم اصبحوا دلوقتي بيتخانقوا على التمويل، يعني كل طرف بيقول للتاني انت بتتمول، مع ان كلهم بيتمولوا، كلهم مقيمين في تركيا وكلهم واخدين جنسيات، كلهم بيتخانقوا ويتصارعوا على اموال هنا او هناك. ففكره انه يعني بالمعنى البلدي كده بقت سبوبه، دي المساله المصريين بقوا شايفينها بشكل واضح جدا، ان هي سبوبه هم بيتخانقوا عليها، هم عاوزين يعيشوا كده ويوهموا الممولين بانهم بيعملوا حاجه مهمه وانه الناس خايفين. طيب اهو الناس في الشارع والناس بتحتفل والناس بتتحرك وبتتكلم. فكرة بقى انه يبقى المصريين بيتفاهموا وبيختلفوا ويتفقوا، دي حياة طبيعية، يعني الحياة الطبيعية المستقرة لأي شعب، انه طول الوقت في جدل وفي مناقشات وفي تصورات مختلفة، وانا شايف كذا وانت شايف كذا، ده الحياة الطبيعية جدا. ففكرة انه الوصول للحالة الطبيعية دي منذ مدة، موضوع بقى المحاولات، انا رأيي انه هم بقوا مضحكين جدا وبيتخانقوا، وهم بيحرصوا انه بيعملوا ده كله، كل واحد فيهم بيعمله عشان يوهم الممولين انه بيعمل حاجه مهمه، وهو الحقيقه ما بيعملوش اي حاجه، لدرجه انه ياخدوا المظاهر الطبيعيه في الشعب المصري، ان يبقى في قوات شرطه بتحتفل، او في ناس موجودين في الشارع لحمايه يعني فكره انه يبقى في حاله امان، او حاله انه الناس خايفه، ما فيش حد خايف، يعني الموضوع اعتقد تجاوز بشكل كبير. ودرجه الوعي دايما انا بقول انه وعي الناس على مواقع التواصل او غيره، برغم انه في لجان الكترونيه وفي قنوات بتنفق ملايين، واحنا سمعنا وشفنا واوراق ظهرت ازاي بياخدوا ملايين عشان يعملوا الكلام الفارغ اللي بيعملوه ده. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ اكرم القصاص، رئيس التحرير التنفيذي لصحيفه اليوم السابع، الاستاذ احمد ايوب رئيس تحرير مجله المصور ينضم الينا الان ايضا. استاذ احمد، ما هو مصدر التهديد او مصدر الخطر الذي لاجله ربما يستدعي المصريون بعضهم بعضا لفعاليات من هذا النوع؟ لا، هو يعني احنا الحمد لله، يعني اذا بنتكلم على مصدر تهديد، يعني ما فيش تهديد، يعني الحمد لله احنا الدولة اكثر استقرارا، اكثر امانا، في حالة التفاف شعبي حول القيادة المصرية، حول مؤسسات الدولة المصرية. يمكن هأكد على الكلمة اللي دايما يقول عليها الرئيس، نحن لا نخشى اي تهديد خارجي، لكن طول ما احنا ايد واحدة، طول ما احنا متماسكين، طول ما احنا ملتفين حول دولتنا وحول مؤسساتنا، ما فيش اي تهديد او في اي تخوف. ويمكن حتى لما تيجي في مناسبات زي 25 يناير او اي من 30/6، البعض بيحاول يستغلها لاثاره بعض القلق عند بعض المصريين البسطاء، لكن خلاص عموم المصريين اصبحوا مدركين تماما ان احنا في دوله مستقره، دوله الحمد لله بقت الامن فيها واضح، والرئيس امبارح قال ان مصر اصبحت واحد امان، ودي كلمة لما يقولها رئيس الجمهورية فليها معنى وليها مغزى واضح، وهو ان بالفعل عوامل الامن والامان تحققت بشكل كامل. وخلي بال حضرتك، هنا الامن والامان مش فقط اجهزة امنية موجودة، لكن الامن والامان انك انت عندك اقتصاد قادر انه يتصدى، قادر انه يقيم دولة، قادر انه يشغل عدد كبير جدا من الشباب، وبالتالي البطالة بتقل، وبالتالي الاستقرار الاقتصادي بيقل بيزيد، فالاستقرار الاجتماعي كمان بيزيد. فانت الامن والامان موجود على كافه المستويات الامنيه والاجتماعيه والاقتصاديه والسياسيه، وبالتالي فكره عدد التهديدات اللي البعض بيحاول ان هو يزيد منها على مستوى انه مش عارف جماعه ان في حشد وان في نزول، هذا كلام غير صحيح بالمره، دي محاولات من الجماعه الارهابيه لمحاوله اعاده وجودها مره اخرى على الساحه. استاذ احمد، يقولون ان الناس، لكن اعتقد ده امر غير وارد بالمره، اعتقد احنا شايفين النهارده المصريين موجودين في استاد القاهره زي ما كان موجود الاف، النهارده في ملايين المصريين موجودين في بيتهم. استاذ احمد حضرتك معايا؟ استاذ احمد ايوب، مش مشكله، نعم، مش دوله بتمر باللي مرت بيه مصر وبتخرج منها بين يوم وليله، طيب. لكن في النهايه انت امام
دولة بتتبني من جديد، أو أنت شايف الإنجاز بيتحقق على الأرض، شايف المشروعات بتقام على الأرض قدامك، في شفافية في التعامل من خلال القيادة من خلال الدولة، في وضوح وفي مكاسب وفي حقائق مكاسب بيحققها المواطن بنفسه بيلمسها بنفسه على كافة المستويات في كل المحافظات وفي كل الفئات، فأعتقد إن ده بيديك أمان واستقرار أنت كنت محتاجه من سنوات طويلة لكنه تحقق بشكل كبير دلوقتي. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ احمد ايوب الكاتب الصحفي رئيس تحرير مجله المصوره. الان سنتحول مع حضراتكم لنتابع ابرز ما رصدته كاميرا اكسترا نيوز من اراء عدد من المشاركين في هذه الفعاليات التي كانت مساء هذا اليوم في استاد القاهره الدولي نتابعها. طول ما شعب مصر متكاتف في يد واحده لن يحدث شيء. مصر زي ما قلت كانت ولا زالت وستظل هي بلد الامن والامان والاستقرار. الرئيس عبد الفتاح السيسي ادانا لازم نقف وراه، لا عمل عندنا طرق وطفره عمرانيه. احنا النهارده طبعا جايين بكل فخر واعتزاز جميع القبائل المصريه، جميع العائلات المصريه والاسر المصريه من شمال مصر، من جنوبها، من شرقها، من غربها، للتاكيد على وحده الصف وللتاكيد على دعمنا للقياده السياسيه. نحن شعب يجمعنا حب واحد، يجمعنا جغرافيا واحد، يجمعنا تاريخ واحد، يجمعنا جينات واحدة في 97.5% من الجينات. لا يمكن تجد شعب في الدنيا بهذا التماثل في شكله وفي ظاهره وفي أخلاقه وفي طباعه وفي استطعامه للنكتة حتى مثل الشعب المصري، وهي ده سبب قوته. الوطن محتاج الرجالة، لازم نقف، ودي الايام اللي لازم الشعب كله يتكاتف فيها، واحنا في خدمه الوطن. كلنا جايين النهارده عشان ندعم سياده الرئيس وجيشنا العظيم ونقول احنا كلنا واحد. تحيا مصر، تحيا مصر. والله احنا اغلب رجل واحد، هذه الرساله. الرئيس قائدنا وقائد تنميتنا وهو قائد مصر الحبيبه، وان شاء الله في مقدمه الركب العالمي اقتصاديا وتكنولوجيا في كشتى المجالات ان شاء الله. نتحول مع حضراتكم لمتابعة خبر آخر يتصدر اهتمامات أغلب وسائل الإعلام في هذه الأثناء، إذ نفت منظمة الصحة العالمية ورود أي بلاغات عن حالات إصابة مؤكدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا في شرق المتوسط. منظمة الصحة العالمية كانت قد طالبت بالأمس دول العالم بالاستعداد لوباء محتمل بسبب فيروس كورونا. قالت المنظمة إن السلالة الجديدة من الفيروس الذي ظهر في الصين وانتشر لدول عدة في جنوب شرق آسيا لا يشكل بعد حالة طوارئ دولية، لكنها تتتبع تطوره دقيقة بدقيقة. الدكتور جون جبور الممثل الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بمصر قال إنه منذ 7 يناير من هذا الشهر اتخذت مصر جميع الإجراءات الوقائية لمنع التسرب أي أمراض وبائية لمصر بما فيها هذا الفيروس فيروس كورونا. أضاف أن مصر لم يكشف فيها الحمد لله حتى الآن أي حالات. وزارة الصحة أكدت أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي بمنافذ الدخول، وأن مصر من بين الدول التي أعدت خطة متكاملة للتعامل مع هذا الفيروس حتى في حال تطور الموقف الوبائي. الصين التي انتشرت فيها هذه الظاهرة أو تم اكتشاف العدد الأكبر من الحالات تحديدا في مدينة ووهان، هذه المدينة التي تم إغلاقها بالكلية، منع دخول أو خروج أي من المواطنين منها أو إليها. هذه المدينة التي تضم 11 مليون شخص سيظل أهلها حبيسي أماكنهم حتى إشعار آخر بحسب السلطات الصينية. هذه المدينة التي تضم نحو 300 شركة من بين كبريات الشركات العالمية، لذلك كان المردود السلبي بشكل مباشر على أسواق المال، تراجع كبير في أسواق المال المتعاطية مع شركات كبرى من بين الشركات. نحو 300 شركة من بين كبريات الشركات العالمية موجودة في مدينة ووهان، ولعل الجميع كان قد تابع استعدادات الصين لبناء واحدة من بين أكبر المستشفيات حول العالم التي ستعنى فقط بمعالجة فيروس كورونا. يفترض أن يتم إنجاز هذا المبنى بكامل تجهيزاته في مدة لا تجاوز 10 أيام تستقبل فيها المرضى المصابين بهذا الفيروس المتطور الخشية. حتى هذه اللحظة لم تصل بحسب إفادات منظمة الصحة العالمية إلى رفع حالة الطوارئ، وإن كان الأمر محتمل آخر ما كان العالم قد وصل إليه من هذه المستويات الوبائية الخطرة كان أيضا آت من جنوب شرق آسيا ومن الصين تحديدا، وباء سارس الذي استغرقت عملية السيطرة عليه قرابة 2 شهر. التقديرات التي كانت سائدة بخصوص السلالة الجديدة من فيروس كورونا حتى
نحو 72 ساعة مضت كانت تتحدث أيضا ربما عن تقديرات مماثلة بنحو شهر أو شهر ونصف للسيطرة أو لإحكام السيطرة على انتشار فيروس كورونا أو على السلالة الجديدة من فيروس كورونا. لكن في ضوء ما جرى في 72 ساعة الماضية ارتفعت حالات الإصابة إلى نحو 850 إصابة في الصين، وظهور حالات مصابة في الولايات المتحدة الأمريكية كانت آتية من الصين، وحالة في كوريا الجنوبية وأخرى في اليابان. ولذلك أغلب دول العالم أصبحت مدعوة، كما تابعنا من قبل منظمة الصحة العالمية، أصبحت مدعوة بتشديد إجراءات الحجر الصحي على المواطنين الآتين من جنوب شرق آسيا واتخاذ التدابير اللازمة خشية ظهور حالات إصابة. وقاكم الله جميعا مخاطر كورونا وغيرها من الأوبئة، وقى الله الجميع وسلم. المستشارة الألمانية أنجلا ميركل قالت أنه سيتم التصديق بمجلس الأمن الدولي على مواد التي تم اعتمادها في مؤتمر برلين بشأن الأزمة الليبية. قالت ميركل أن الاشتباكات في ليبيا تراجعت بشكل كبير بعد مؤتمر برلين، وأن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر لم يوقع حتى الآن على اتفاقية وقف إطلاق النار، لكنه قدم موافقة شفهية. الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس كان قد طلب من المستشارة الألمانية أن تضغط على إردوغان لوقف أعماله غير القانونية على الفور في المنطقة الاقتصادية الخالصة لبلاده. ناشد أناستاسيادس ميركل بأن تحث تركيا على الالتزام بالقرارات والاستنتاجات العديدة للمجلس الأوروبي. الرئيس القبرصي بدوره كرر استعداده وعزمه استئناف الحوار بعيدا عن لغة التهديد من أجل حل أزمة قبرص مع تركيا. نتحول الآن إلى خبر آخر بعيدا عن ما يجري في شأن وقف إطلاق النار في ليبيا والتطور الجاري دوليا. ننتقل لخبر آخر مرتبط بالحالة المناخية، حالة الطقس غدا. خبراء الأرصاد قالوا أن طقس الغد سيكون شديد البرودة في كافة أنحاء الجمهورية ليلا، ربما تسجل درجة الحرارة الصغرى في القاهرة 7 درجات مئوية مع احتمالية وجود شبورة مائية في الصباح الباكر، على أن تكون شديدة على الطرق القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية، مع احتمالية زيادة كميات السحب على السواحل الشمالية باحتمالية منطقية طبعا لسقوط الأمطار في القاهرة والوجه البحري وبعض المناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، على أن تكون متفرقة وخفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية. عبر الهاتف الدكتورة إيمان شاكر، مديرة مركز الاستشارة عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية. دكتورة إيمان أهلا وسهلا بحضرتك، ما الذي ينتظر المصريين خلال الأيام المقبلة فيما يتعلق بمستويات البرودة؟ أهلا بحضرتك أستاذ أحمد وأهلا بكل السادة المشاهدين. هو طبعا في انخفاض واضح في درجات الحرارة أثناء الليل، وده درجة الحرارة الصغرى هتسجل فعلا 7 درجات على القاهرة، ده هيكون انخفاض واضح أثناء ساعات الليل، لكن أثناء النهار في ارتفاع تدريجي وطفيف في درجات الحرارة. يعني احنا على مدار الأسبوع الماضي شاهدنا درجات حرارة أقل من المعدلات بحوالي من 3-4 درجات، وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة ل 15 درجة. أما بداية من هذا الأسبوع هتتراوح درجات الحرارة ما بين 18 و19 درجة على القاهرة، فهيكون في ارتفاع تدريجي وعودة للمعدلات الطبيعية، لكن الانخفاض بيكون في درجة الحرارة الصغرى فقط أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، الطقس هيكون شديد البرودة. طبعا احنا بنأكد على كل السادة المشاهدين ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة سواء أثناء الليل أو دكتورة إيمان، حضرتك بتشددي على خفض واضح في درجات الحرارة في ساعات الليل حتى ساعات الصباح الأولى، ماذا عن ساعات النهار الأوقات الباقية من اليوم؟ لا، أثناء النهار هيبقى فيه ارتفاع تدريجي في الحرارة، يعني هنرجع للمعدلات الطبيعية هتتراوح من 18 ل 19 درجة، فهو أثناء الليل الانخفاض بس هيكون أثناء الليل والصباح الباكر. طبعا احنا بنشدد على الملابس الشتوية سواء بالليل أو بالنهار، ما مش عايزين نخدع بالشمس الساطعة أثناء النهار. الشبورة المائية هتكون فرصة تكونها خلال الفترات القادمة، شبورة مائية كثيفة على الطرق وخصوصا الطرق الزراعية والطرق السريعة، فبننصح بالقيادة بهدوء. يعني احنا في حاله استقرار في الاحوال الجويه بدايه من غدا السبت وحتى يوم الثلاثاء. دكتوره ايمان، في اي احتمالات مع هذه الموجه البارده ان يكون هناك رياح او اتربه حاصله خلال الاسبوع المقبل ولا لا؟ لا، هي الرياح هتكون معتدله على معظم المناطق، بتنشط فقط على جنوب سيناء، اما باقي مناطق الجمهوريه الرياح معتدله تماما ومفيش اي مشاكل في حاله الطقس، الطقس مستقر تماما. ذروه فصل الشتاء، وسؤالي الاخير لحضرتك، ذروه البروده في فصل الشتاء ستنتهي بنهايه شهر يناير ولا هناك احتمالات لتسجيل درجات حراره مماثله في فبراير؟
هو طبعا ذروه البروده بتكون في شهر يناير، لكن وارد طبعا يكون في بدايه شهر فبراير ايضا انخفاض في درجات الحراره مع نهايه فصل فبراير، شهر فبراير وبدايه فصل مارس بتبدا درجات الحراره في الارتفاع، وبنبدا بقى ندخل في بدايه الربيع اللي بتبدا في 21 مارس. فان شاء الله يعني نهايه البروده هتكون على اوائل شهر فبراير ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره ايمان شاكر، مديره مركز الاستشعار عن بعد بهيئه الارصاد الجويه. فاصل قصير نعود من بعده لبدء نقاش جديد في هذه الحلقة. بطولات وتضحيات قدمها شهداء مصر من الشرطة دفاعا عن وطنهم، ورغم رحيل أجسادهم الطاهرة بقيت أسماؤهم محفورة في وجدان المصريين ولا تفارقهم. هنا في الشرقية حملت مدرسة اللغات الرسمية بنين اسم الشهيد النقيب أحمد وحيد الذي استشهد في 17 من ديسمبر عام 2013 أثناء قيامه برفقة قوة أمنية بمداهمة وكر لأحد العناصر الإرهابية المتورطة في العمليات العدائية التي استهدفت رجال الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت الشرطية والعسكرية بمنطقة القناة. شهيد أحمد وحيد شرفنا أنه يطلق اسمه على مدرسة اللغات الثانوية بنين سابقا، وده شرف عظيم للمدرسة، وطبعا احنا بنغرس روح الوطنية في أبنائنا الطلاب عن طريق الإذاعة المدرسية وبس أغاني الوطنية. احنا هنا مدرسة بنين، يعني الرجالة اللي هيحموا بلدنا، وهم دول أمل المستقبل. واحنا بقول لكل الشباب اللي أنا يعني أنا مديرتهم في المرحلة الثانوية، بأكد لهم أهم حاجة بص إن مصر قدامك، احميها بكل اللي انت عايزه. وفي قلب مدينة طنطا تحمل هذه اللافتة اسم الشهيد رائد شرطة محمد إبراهيم حسن الخولي الذي استشهد أثناء أداء واجبه في حراسة منطقة البنوك في العريش بشمال سيناء. هذا دليل قاطع على أن للشرطة في حياتنا جميعا هو مصدر الأمن، هي مصدر الأمن، والأمن أقول أنه أساس الحياة، لأن الأمن ذكر قبل كل شيء، فلا آمن يستطيع، فلا غير آمن يستطيع أن يحيا. بني سويف هي الأخرى أطلقت اسم الرائد محمد عصام سرور معاون مباحث بمديرية أمن بني سويف على المدرسة الحديثة الإعدادية بنات. الشهيد الراحل سقط برصاص إرهابيين مسلحين كانوا يستقلون دراجة بخارية في يوليو عام 2015 أثناء وجوده بجوار منزله. فخر المحافظ بني سويف أن تكرم جنودها البواسل وضباطها البواسل في عيدهم يوم 25 يناير. كانت مدرسة الحديثة الإعدادية بنات يطلق عليها هذا الاسم، وعند استشهاد الضابط الرائد محمد عصام الدين سرور أقل تقدير من الدولة لسيادتي أن تطلق اسمي على أكبر مدرسة في محافظة بني سويف، وهذا نهج الدولة تكريما لروح الشهداء جميعا. وفي دمياط تصدر اسم الشهيد محمد صابر مطوع واجهة هذه المدرسة بعدما استشهد في هجوم إرهابي استهدف مديرية أمن الدقهلية في ديسمبر عام 2013. لغرس مفهوم المواطنة وحب الوطن في قلوب الطلبة دائما وأبدا في برامج الإذاعية في الصباح بنشيد ليهم وبنعرفهم قد إيه هم ضحوا بحياتهم عشان إحنا نعيش، ومصر دايما ولادة بشهدائها. قصص وحكايات سطرها هؤلاء الشهداء بدمائهم وأرواحهم لتبقى ذكرى خالدة للأجيال القادمة. أهلا بحضراتكم من جديد، لازلنا مع حضراتكم نتابع هذه الأجواء التي تابعنا الجانب الأكبر والأهم منها، الجانب الرئيسي الذي كان بالأمس بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالا بعيد الشرطة 68 من مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة. الرئيس عبد الفتاح السيسي وكالمعتاد كرم أسماء عدد من الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم لهذا الوطن، والكلمة التي ألقاها الرئيس السيسي بالأمس في مستهلها قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في حق أولئك الذين غادرونا مدافعين عن الوطن، قال إنهم هانت عليهم أنفسهم ربما في الأمر تضمين قرآني، ولم يهن عليهم الوطن، قدموا أغلى ما يملكون، بل قدموا كل ما يملكون النفس والروح في سبيل أن يبقى هذا الوطن حرا كريما كما عايشناه على مدار العصور. الأستاذة أميرة بهي الدين الكاتبة تنضم إلينا في هذه الفقرة لمحاولة تقديم قراءة جديدة في هذا الشأن. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة أميرة. أهلا بحضرتك أستاذة أميرة، ما المختلف هذه المرة في العيد 68 للشرطة؟ لا ما أقدرش أقول مختلف، أنا أقدر أقول إن إحنا في كل احتفال
بعيد الشرطة 25 يناير ما بعد 30 يونيو كان الدولة المصرية بتقدم أو بتلقي ضوء على دور الشرطة، هذه المؤسسة الوطنية التي تعرضت منذ بدايات 25 يناير إلى مخطط الفوضى، وتم الاعتداء على الأقسام وقتل الضباط وفتح السجون، وأشيعت حول دور مؤسسة الشرطة أقاويل كثيرة تنال منها كخطوة في فك مؤسسات الدولة وإضعافها، وكانت البداية بالشرطة. من بعد 30 يونيو، الحقيقة من 30 يونيو لما خرجت مظاهر الضباط وأمناء الشرطة مشيت في الشوارع مع المصريين تهتف ارحل تسترد مصر المخطوفة في طيب أستاذ أميرة، حضرتك ذكرتي ما روج له بخصوص الشرطة أيوة. في 25 حضرتك لك خبرة قانونية ويفترض أن لك تردد معتاد على أقسام الشرطة والمحاكم أيوة. والنيابات وما إلى ذلك، حظ ما قيل مما وجدتيه على أرض الواقع؟ حظ ما قيل يعني ممكن يفترض انه يبقى في بعض المخالفات الفرديه من ضابط شرطه او امين شرطه او محامي او مواطن ماشي في الشارع، انما ما قبل 25 يناير كان في استهداف لمخطط الفوضى وضرب مؤسسات الدوله الوطنيه المصريه، وكان بدايه المخطط هو ضرب جهاز الشرطه بتضخيم الحوادث الفردية. احنا كلنا ما قبل 25 يناير شفنا افلام فيديو متفبركة واتقبض على اللي فبركوها وكانت تابع قنوات الجزيرة وغيرها، شفنا تضخيم لأي حادث فردي، البرامج، الإعلام، السوشيال ميديا، يعني كان في تجهيز شديد لإغضاب المصريين وإثارة غضبهم على جهاز الشرطة، مختزلين حتى جهاز الشرطة في مثلا الأمن السياسي أو الأمن مثلا جهاز أمن الدولة اللي روجوا حواليه كمية من الأكاذيب الكبيرة بصرف النظر عن المخالفات الفردية هنا أو هناك، إنما جهاز الشرطة استهدف وكأنه الناس بتنام في بيوتها من غير ما الشرطة تحميها، وكأنه مفيش سرقة، وكأنه مفيش شرطة سياحة، وكأنه مفيش شرطة جواز، يعني استهدف الجهاز كله على بعضه. طيب منطق الاستهداف كان قائم على أن هناك خصومة بين فريق داخل الشرطة كان يطلع بمهام معينة وفريق سياسي ولدت هذه الخصومة، ولا الخصومة كانت قائمة على فكرة أن مرفق الأمن يجب أن ينهار؟ لا بص، اولا احنا كلنا عارفين انه جماعه الاخوان الارهابيه كان بينها وبين جهاز الشرطه فقر كبير، لان جهاز الشرطه وجهاز امن الدوله هو اللي كان بيتصدى لها في مخططاتها الاجراميه الارهابيه، وهم كانوا معتبرين ان هم مش ممكن هيعرفوا يتواجدوا في الشارع المصري الا ان اسقطوا جهاز الشرطه وتحديدا جهاز امن الدوله، يعني لازم يسقطوا هذا الجهاز وينالوا من ضباطه ومن رجال ان هم اللي عارفينهم وحافظينهم وعارفين جرائمهم. ادي واحد. اتنين، ما كانش ينفع يبداوا في اثاره غضب المصريين على جهاز امن الدوله بس، انما اشاعوا الفكره ضد الشرطه كلها، ضابط شرطه مين، توك توك مين، ضرب مين في الاقسام المجرمين، يعني بقى في حاله من اثاره الغضب الشديد مستهدفين جهاز الشرطه كله. وانا عايز اقول لك اني لا انسى ولا ينسى المصريين يوم 28 يناير على كوبري قصر النيل لما كان في مجند في مدرعة واقفة على الكوبري وألقي عليه المولوتوف وحرق حيا أمام كاميرات التلفزيون أمام جميع المصريين، وزي ما تكون دي كانت الإشارة التي بدأ بعدها تنفيذ المخطط بعنف باقتحام الأقسام وقتل الضباط واقتحام السجون وكل اللي احنا عشناه. ومنطق استهداف المجند اللي حضرتك بتشير اليه يعني يشير الى عبثيه المساله، يعني عبثيه مجند المساله مجند يعني مجند في مجند في مدرعه يؤدي واجبه ووظيفته وهو في النهايه يعني ما هوش وزير الداخليه، انما كان الغضب فقد الوعي والبصيره بحيث انه بقى اي حد بيحاولوا ينالوا منه، اي حد ينتمي لجهاز الشرطه، واحنا شفنا حوادث فرديه كثيره عبر لما قبل 30 يونيو، نشوف فجاه الناس تجري ورا مجند يجري ورا عسكري ويحاولوا يضربوه، شفنا عن بعض الحوادث ضابط في المعادي يتكالب عليه سواقين الميكروباص، ضابط معرفش فين يتكالب عليه المجرمين، اللي هو بقى في حاله من الجنون والغضب ضد الشرطه الغير عاقل الغير منظم، المهم اننا نضربهم. الناس ما كانتش عارفه وقتها
اللي كانت بتعمل كده رغم قسوة ده انها جزء من مخطط اكبر لهدم الدولة المصرية. المصريين ما كانوش عارفين ما جرى في ذلك التاريخ. خلق علاقة مختلفة، أسس معادلة جديدة بين الشرطة كجهاز أمني موجود في كل دول العالم ولا وجود لدولة بدون جهاز الشرطة وبين المتعاطين مع هذا الجهاز. اليوم اللي نزل المصريين قصاد بيوتهم في ما يسمى اللجان الشعبية لحماية البيوت من السرقات والجرائم اللي حصلت في ليلة 28 و29، الليلة دي أدرك معظم إذا ما كانش كل المصريين، وازدادت الأعداد لغاية ما وصلنا لـ 30 يونيو، أدرك المصريين إن هم بيناموا في بيوتهم آمنين وعربياتهم تحت قصاد الرصيف ومحل تجارته ما بيتكسرش وبنته بتروح المدرسة وتيجي لأنه جهاز الشرطة يقوم بواجبه، وإنه في اللحظة اللي استهدف فيها جهاز الشرطة شعر ملايين المصريين بعدم الطمأنينة وبقت الناس بتقتحم بيوتها وبتتوقف وهي سايقة عربياتها وبناتها مهددة بالاختطاف من الحرمية والمجغير موجات السرقة التي حدثت في كل الأماكن. اللحظة دي بدأت المعادلة الجديدة. الحقيقة دم الشرطة المصرية أكمل صياغة المعاهدة، بمعنى أنه من 25 يناير ل 30 يونيو شفنا ضباط اتقتلت وأقسام اتحرقت، وشفنا اللواء البطران في سجن الفيوم يقتل لأنه رفض فتح السجن، وبعدين بدأنا نشوف ضباط تقتل في عمليات إرهابية، شفنا محمد أبو شقرة مثلا ما قبل 30 يونيو. حضرتك تابعتي تحقيقات اغتيال اللواء البطران؟ قريت عنها قريت عنها، وخد بالك في الوقت ده كان برضو بيتقال ايه، على فكرة ده الداخلية اللي بتفتح السجون والداخلية اللي بتفتح السجون وبتهرب المساجين عشان تعمل فوضى، وده كان جزء في حد ذاته من مخطط الفوضى. اللواء البطران رفض فتح السجن وقتل على ايد المجرمين اللي كانوا بيقتحموا السجون، اللي الحكم بتاع المستشار خالد المحجوب جناح مستأنف إسماعيلية قال ان فتح السجون واقتحام السجون كان على ايدي جماعات ارهابية مسلحة عبرت الحدود من حماس وغيرها بالتعاون مع الاخوان الارهابيين ولصالحهم. فعملية فتح السجون كانت جزء من مخطط الفوضى، ضباط الشرطة تصدوا لها، اللواء البطران تصدى في الفيوم، في ضباط ما احناش عارفين اساميهم تصدوا في ابو زعبل وفي اماكن اخرى وقتلوا، وامناء شرطة قتلوا نتيجة الهجوم المسلح اللي تم على السجون. لكن ايضا استخدم ايه ده، دول الشرطة المصرية هي اللي بتفتح السجون وبتهرب المساجين عشان تجهد الثورة، كل ده كان مكنة الاشاعات واشاعة الغضب والجزيرة وغيرها، وكل الكلام ده كله بيتجه في سبيل واحد، استهداف الدولة المصرية ومؤسسات الدولة المصرية وبدايتها الشرطة المصرية. أن تعود الشرطة إلى الوضع الطبيعي والاعتياد الذي به يؤدي رجال الشرطة أدوارهم في مختلف مناحي الحياة وصولا حتى للدفاع المدني، بواحد من أهم الأدوار التي ربما لا تكون مرئية بشكل واضح للعيان، أن تعود هذه الأدوار من جديد سيرتها الأولى، الأمر كان مرتبط باستراتيجية أو بفلسفة جديدة تبنتها وزارة الداخلية ولا كان مرتبط بأطر أخرى؟ لا، أولا خد بالك من حاجة، بعد 30 يونيو إحنا بدأنا نشوف الدولة المصرية تهتم بكلية الشرطة ذات اهتمامها بالكلية الحربية، وثم الرئيس السيسي بيزور كلية الشرطة والدفعات الجديدة زي ما بيزور الكلية الحربية، ويحضر حفلات تخرج ضباط الشرطة كما يحضر حفلات تخرج الكلية الحربية، وبدأ شباب من ضباط من طلبة كلية الشرطة يبقوا موجودين في الاحتفالات وفي كذا. في نفس الوقت جهاز الشرطة نفسه، أنا بقول لك لما نزل معانا في 30 يونيو هم شركائنا في الثورة، ده شيء في منتهى الخطورة. الناس وقبل كده كمان، كان قبل 30 يونيو نادي ضباط الشرطة عمل اجتماع كبير وقال انه لن يعتدي على المصريين ان نزلوا طلبوا برحيل مرسي، مش بس كده وهتفوا، والاجتماع مصور على اليوتيوب، هتفوا يسقط يسقط حكم المرشد. جهاز الشرطة الوطنية او مؤسسة الشرطة المصرية حددت انحيازها مع الشعب ضد الجماعة الارهابية، وبدأ رجالتها يقتلوا على ايدي الارهابيين قبل 30 يونيو. كل ده نسج علاقة جديدة مع إدراك المصريين لما ابتدت الناس بعد ما
حصل انتخابات وجي مرسي وكل الأيام اللي احنا عشناها دي، بدأ المصريين يدركوا وينتبهوا أن الثمن الباهظ اللي دفعوا جهاز الشرطة المصرية من 25 يناير وبعدها كان جزء من مخطط الفوضى، وأن استهداف الشرطة كان استهداف للدولة المصرية وكان يتبعه استهداف للقوات المسلحة، لكن ده ما حصلش، وكان يتبعه تفجير الصراع بين الأقباط والمسلمين وده ما حصلش، وكان يتبعه نوع من أنواع الحرب الأهلية كان ده بقية المخطط وكل ده ما حصلش. أول جهاز دفع الثمن الفادح كان الشرطة المصرية، عشان كده المصريين رجعوا قالوا دول ولادنا، يعني فتحوا حضنهم كده وقالوا دول ولادنا. وفي نفس الوقت الشرطة المصرية عبر الخمس ست سنين اللي فاتوا لما بيحدث حادث فردي بخطأ لأحد الضباط بيقدم للمحاكمة ويحكم عليه ويقبض عليه ويعزل من وظيفته، هم مش منزهين عن الخطأ، إنما الخطأ ينسب للمخطئ ولا ينسب للجهاز اللي بيطهر نفسه بنفسه الآن وبقاله سنين. يعني بذكر سنة حكم الإخوان وطبيعة العلاقة، منطقي تماما ألا تتمكن سلطة من إحكام سيطرتها على مفاصل دولة إلا بالسيطرة بالدرجة الأولى على مجموعة مؤسسات بتشكل مفاصل الدولة الرئيسية والاستراتيجية، على رأسها وزارة الداخلية أو جهاز الشرطة. كيف صيغة العلاقة بين الإخوان أو سند حكم الإخوان وبين الرغبة في إحكام السيطرة على الداخل؟ أولا إحنا شفنا لمدة سنتين محاولات دؤوبة لمحاولة اقتحام وزارة الخارجية الداخلية، يعني أكثر من مرة كان يحصل في شارع محمد محمود وغيرها يبقى المستهدف والدعوات على الإنترنت إنه اقتحام الداخلية. خلال سنة الإخوان وبالذات مع المظاهرات الكبيرة الضخمة أيام صدور الإعلان الدستوري ورفض المصريين للإعلان الدستوري وعزل النائب عبد المجيد محمود النائب العام، في الوقت ده قيل وقرينا في كتب وفي مقالات كثيرة إنه كان بيطلب من وزير الداخلية أن يعني يبعث الشرطة تعتدي على المتظاهرين، والداخلية المصرية بشكل واضح ومحدد بتقول مش هيحصل، لن نعتدي على المصريين المتظاهرين السلميين فيما يعبرون فيه عن رأيهم. وده كان بداية الصدام بين مرسي ومؤسسة الرئاسة وبين الشرطة المصرية، وكان استمرار لمنهج الصدام بين جماعة الإخوان ومكتب الإرشاد والشرطة المصرية. ولو تفتكر في الفترة دي قدم عدد كبير من ضباط الشرطة للمحاكمة بتهمة قتل المتظاهرين في وعزل عدد كبير من مديريات الأمن وأقسام الشرطة، يعني كان في مخطط للتنكيل باللي اتقتل واللي اتفتحت السجون وقتل أو أصيب واللي ما كانش حاولوا يقتحموا أمن الدولة واللي ما كانش قدموهم بتهمة قتل المتظاهرين وقتل الثوار، وجت المحاكم المصرية في أحكام شديدة العظمة وأعطت كل المتقدمين للمحاكمة أو 99.9% منهم براءات، وقالت إن من قتل على أبواب الأقسام كانوا بلطجية ومعتادي إجرام وسيئ السمعة وكانوا رايحين يقتحموا الأقسام ويسرقوا الأسلحة ولم يكونوا متظاهرين ولا صور، وإن الضباط كانوا بيؤدوا واجبهم وفي حالة دفاع شرعي والمحاكم اديتهم كلهم براءات. ده تاريخ صحيح حصل في 3 سنين لكن كانت أحداثه كتيرة جدا، بحيث إن المصريين أدركوا إنه أمين الشرطة الواقف في الشارع، على فكرة أول ما الشرطة ابتدت تنزل بعد فترة من الغياب بعد ما نظمت صفوفها، المصريين لما كانوا بيلاقوا ضابط شرطة أو أمين شرطة في الشارع كانوا بيحيوه وبيضربوا له كلاكسات، لأنهم فجأة حسوا إن ظهرهم عريان، الجيش دخل وسيطر وحمل بلد وحمل مصريين، لكن الشرطة دي اللي كانت واقفة على كل ناصية بقتش موجودة، فبقينا بنسمع القصص ما تبعتيش بناتك فين، ما تمشيش في الشارع، ما تتأخرش، ما تنزلش بدري، الحرامية هيطلعوا علينا، لأنه الشرطة اللي كانت في كل شارع في كل بيت ما بقتش موجودة. وزارة الداخلية حضرتك أشرت إلى استهداف إخواني بين قوسين بفكرة أنهم مسؤولون عن القتل وأنهم يجب تطهير الداخلية تطهير جذري دراماتيكي بمختلف الأطقم والقيادات. كان هناك استهداف مقابل من قبل بعض القوى المحسوبة على التيار المدني أيضا أو على قوى اليسار بأن الداخلية في عام حكم الإخوان كان لها أيضا مستويات تنسيق مع الإخوان وبأنها استمرأت وضع الإخوان وكأن هناك محاولة للاغتيال النفسي. هو في
الحقوقيين والمتمولين وأصحاب الأجندات من التيار المدني كانوا حلفاء للإخوان قبل من 25 يناير، والنهاردة رجعوا حلفاء تاني. والحقيقة الاثنين رغم السباب المتبادل اللي بين الفريقين ده يعني لا يفسد للتضامن أو للتحالف الثوري قضية، وهما الاثنين يعني علاقتهم بالشرطة علاقة فيها كثير من الغضب والكراهية والتحفظ. وهم لما في سنة الإخوان الشرطة المصرية وزي ما قلت رفضت أن تعتدي على المتظاهرين، ورفضت أن تنحاز لمرسي، ورفضت أن تنحاز لمكتب الإرشاد، لكن ده أغضب منها الإخوان. لكن أيضا التيار المدني أو ما أطلقت عليه حضرتك التيار المدني أو اللي هو جزء منه كانوا بيركزوا على بعض الظواهر. حضرتك بتنفي عنه المدنية؟ يعني أنا أصل كلمة التيار المدني كلمة واسعة أوسع من هؤلاء يعني، إنما إحنا أنا إذا أنا فهمت حضرتك صح إحنا بنتكلم عن قطاع معين من الحقوقيين والثوريين شركاء الميدان مع الإخوان اللي حسوا إن الإخوان سرقوا الثورة منهم وضحكوا عليهم وبقوا هم الحكام، اللي هم الناس اللي وقفوا في فندق فيريمونت يدعموا مرسي ويبيعوا للمصريين باعتباره هيكون يعني مرشح الثورة وقائد والرئيس المدني اللي هيبقى ممثل للثورة. خف الضررين أو عصير الليمون، وعصروا الليمون في عينيهم وعينينا بجد يعني. فالتيار المدني كلمة أوسع، إنما هؤلاء طبعا إحنا في سنة مرسي شفنا برضو بعض الظواهر، مثلا فجأة كده صحينا من النوم لقينا بيقولك الضباط وأمناء الشرطة الملتحين واللي عايزين مش عارفة يروحوا، والشرطة كانت رافضة الكلام. إنما كان في بعض الناس بيتربصا بالشرطة أيضا بيعتبروا أن هؤلاء الملتحين هم صاروا الرمز الجديد أو الوجه الجديد للشرطة في عهد الإخوان، فكانوا طول الوقت يقولوا تطهير الشرطة تطهير الشرطة، والإخوان يقولوا تطهير الشرطة لأنهم في دماغهم يخلقوا ميليشيات وحرس ثوري وجماعات تابعة للجماعة ومكتب الإرشاد بديلا للشرطة، والتانيين بيقولوا نشيل طهر الشرطة علشان إحنا غضبانين من الشرطة. يعني تحالف الفرقاء على الشرطة، لكن المصريين وقفوا في ظهر الشرطة زي ما هي وقفت في ظهره ومدوا ايديهم في ايديها زي ما نزلنا مظاهرات. سيدة أميرة، الامر كان مرتبط بالظهير الشعبي او الدعم او استجلاء الحقيقة بان العيش الحياة من دون شرطة تبدو مستحيلة تقريبا، ولا كان مرتبط بان الجهاز اصلا معقد وعتيد وعتيق وقديم بالقدر الذي لا يمكن اختراقه بهذه المحاولات؟ الحقيقة كل الحاجات اللي انت قلتها، يعني من 25 يناير بلاش من 28 يناير من يوم ما سمي جمعة الغضب اللي هم المصريين ناموا وصحوا لقوا البلد كلها بتتحرق وبتتسرق، المحاكم بتتحرق والإقسام بتتحرق والضباط بتتقتل والمحلات بتنهب، ولا مش كده؟ مش ده اللي حصل؟ والناس نزلت وقفت على بيوتها فجأة أدركت أن اختفاء الشرطة من الشارع مصيبة كبيرة، لأنها فجأة اللي كنا مش عارفين أنه بيحصل مش منتبهين له زي كده، ما يعني طبيعي ان الشرطة تحمينا وتقبض على الحرامية، وطبيعي ان الحرامية ما يقتحموش البيوت وما يوقفوش العربية، طبيعي. فجأة الطبيعي ده حرم منه المصريين، فأدركوا قدر ما كان يقدم لهم وفداحة فقد هذا الأمر. أدي واحد من 28 يناير ثم الإخوان وما الإخوان وبقى كل التفاصيل الكتير قوي اللي ممكن نقعد نحكي فيها 10 حلقات دي، أعادة ترتيب العقل الجمعي المصري، أعادة إجلاء الوعي المصري. الناس أدركت أنه ما هياش بس قصة لا ثورة ولا أحلام مشروعة ولا مطالب نبيلة، وإنما احنا استخدمنا في إطار مؤامرة إخوانية استخدم فيها أطراف كتيرة. احنا شفنا مستشار أردوغان في التحرير والراجل مش عارفة اسمه ايه راح ليبيا وراح سوريا وراح مش عارف مين ده برضو كان في التحرير، وشفنا الجاسوس الاسرائيلي في التحرير يعني شفنا كل الناس في التحرير. المصريين ادركوا انه مع ان احلامهم مشروعة في غد اجمل ومع ان مطالبهم نبيلة، لكن هم استخدموا من قبل اجهزة وقوى سياسية معادية للدولة ومعادية ليهم،
وانه ما اشيع عن الشرطة كان يعني بقدر كبير ليس له علاقة بالحقيقة، وبدأ المصريين يشوفوا الامور بطريقة مختلفة، فده خلى علاقتهم بالشرطة تختلف. ادي واحد. اتنين، الشرطة المصرية مؤسسة راسخة زي كده، القوات المسلحة المصرية زي سلطات القضاء او هيئات القضاء المصري. احنا دولة كبيرة وراسخة وليها ثقل، مفيش اي مؤسسة من مؤسساتنا الوطنية تنهار كده مهما كان شدة الضربات. وخليني اقول لك، زي ما شفنا محاولة اقتحام الداخلية، شفنا بعدها محاولة اقتحام وزارة الدفاع، شفنا حصار نوادي الأوضاع والمحاكم، شفنا حصار الدستورية، اللي هو انتبه المصريين ان المخطط اشمل من الشرطة، وأنه يتسع للجيش ويتسع للقضاء ويتسع لحصار مدينة الإنتاج هنا الإعلامي. إذن هم يحاصروا كل مؤسسات الدولة. وشفنا الكنيسة في العباسية بتحاصر وتتضرب وناس بمولوتوف ونار، وشفنا الأزهر بيتقال البنات بتتسمم والمدينة الجامعية إيه، وشيخ الأزهر بيهاجم. المصريين فتحوا عينيهم على وعي جديد أن المخطط شديد ومتعدد الأذرع الشريرة وبيستهدف كل مؤسساتهم. فحتى جزء من الغضب المصريين اللي كان مبالغ فيه او مبني على مغالطات او افلام كاذبة ومصطنعة ضد الشرطة، ابتدت الناس ترى الامر بطريقة مختلفة. مسألة التعاطي مع المؤسسات مسألة على ما يبدو ممنهجة، يعني احد السفراء من كانت لهم تجارب في السلك الدبلوماسي المصري كان يتحدث ايضا عن ادوار قامت بها وزارة الخارجية للحيلولة دون وصول بعض العناصر غير المنتمية لهذا الجهاز تاريخيا او تقليديا لهذه المؤسسة. التعاطي مع قيم مؤسسية راسخة كما ذكرت حضرتك قديمة وتاريخية ومتجذرة، كيف اسهم في الحيلولة دون تصدع او انهيار هذه المؤسسات؟ الداخلية اشتغلت على حماية المؤسسة لحماية المصريين، ووزارة الدفاع والجيش المصري اشتغل على حماية المؤسسة حماية للمصريين. القضاء نفس الحكاية، عندما عزل النائب العام عبد المجيد محمود الهيئات القضائية أضربت وتوقفت عن العمل وعملت مؤتمرات احترام لاستقلالية القضاء لوجودهم، لأنهم كانوا مدركين أنه أي اعتداء عليهم هيتجاوزوا عن حدوثه، هيصحوا الصبح يلاقوا الإخوان والإرهابيين دخلوا احتلوا المؤسسة وأفسدوها وتسببوا في انهيارها. وزي ما قلت لك، إذا كانت الشرطة مشيت في مظاهرات 30 يونيو، أنا وقفت على باب نادي الأوضاع، ومسيرة من نادي الأوضاع في تقاطع شامبليون عبد الخالق ثروت بتخرج برئاسة المستشار أحمد الزند، وقتها كان رئيس نادي الأوضاع، وراه وفد كبير ماشيين مظاهرة رايحين دار القضاء العالي يهتفوا يسقط يسقط حكم المرشد. هنا مؤسسات الدولة، يعني الله يرحمه الأستاذ عبد الله كمال قال إنه ثورة 30 يونيو دي أحد أوصافها قال أنها ثورة الدولة المصرية. كل مؤسسات الدولة المصرية انتفضت في الشارع. قبل بقى الانتفاض في الشارع كل مؤسسات الدولة المصرية حمت نفسها حماية للمصريين. يعني لما عملنا حواجز أسمنتية ومنعنا من اقتحام وزارة الداخلية، ما كانش خوفا على وزارة الداخلية ولا رجال وزارة الداخلية فقط، لما كان خوفا على المصريين اللي يصحوا الصبح يلاقوا ما فيش شرطة بتنظم أمورهم، فتيجي الميليشيات تتحكم فيهم، فنشوف الضرب اللي حصل في الاتحادية ونشوف الضرب اللي كان بيحصل في التحرير في جمعة قندهار وغيره. الدولة المصرية مؤسساتها حمت نفسها لصالح المصريين، والمصريين سندوا المؤسسات لصالح مصر، يعني كانت علاقة شديدة التمايز في اللحظة. القراءة الذاتية أو التقييم الذاتي لوزارة الداخلية على مدار الخبرات الماضية، مرحلة ما قبل 25 من يناير، مرحلة ما بعد 25 من يناير اتحدث 2011 طبعا، أيوة. ومرحلة ما بعد 30 من يونيو 2013، مراحل في مدى زمني قصير زي ما حضرتك ذكرت، لكن حجم الخبرات كبير ومهول جداً. للغاية، ما هي طبيعة الخبرات أو الدراسات التي يمكن أن تدرس ذاتيا داخل الوزارة؟ ما بعد 2011 لغاية قبل 30 يونيو، خلينا نبدأ من اللحظة، أنا هرجع لك لما قبل، إنما من بعد 2011 أو من 2011 لما قبل 30 يونيو
وزارة الداخلية كانت تعرضت لاعتداء وإنهاك شديد، وكان عليهم أنهم يعيدوا ترتيب نفسهم ويعيدوا قراءة المشهد اللي قبل 25 يناير اللي تسبب في غضب المصريين عليهم. يعني ما قبل 25 يناير كان في غضب متراكم من المصريين ضد الشرطة، كان لازم اللي يجاوب على السؤال ليه وحصل ازاي ونتفاداه ازاي وما نكرروش ازاي هي الشرطة، كان لازم هي اللي تقوم بالواجب ده. فده اللي حصل من بعد 2011 او من 2011 لما بعدها. اولا الشرطة المصرية فقدت رجال كثيرين ومعدات كثيرة واماكن، وفضلت بعد كده، فضلنا بعدها بعد يناير وفبراير في شهر 8 و9 وايه مديرية امن الجيزة فجأة تتعرض هيقتحموها، لا مديرية امن اسكندرية هيقتحموها، في عمل مستمر لمحاولة انهاك الشرطة. حضرتك استعملت تعبير الانهاك ويبدو تعبير معبر. انهاك، انهاكهم انه كل ما الشرطة يعني تجمع شتات نفسها وتتدارك ما حصل وتقرر تنزل الشارع وتعيد ضبط الامن وتتعامل مع المصريين ويتجاوزوا اللي حصل، يدخلوهم في مرحله اولا انهاك ومحاوله اقتحام، ثم الشرطه قتلت، الشرطه موتت، لا خرطوش، لا حرقوا، لا ضرب، ويبدا دائره جديده من انهاك الشرطه. تمام. الشرطه المصريه هنا رغم كل الضرب ده الرزع اللي حصل فيها ده تدارك يعني جمع، وزي ما بقول لك حللت المشهد ما قبل 25 وعرفت ايه القصور اللي كان عندها، وانه مثلا كانت الشرطه المصريه قبل 25 يناير ما بتردش على حد، يعني حضرتك لو طلعت اشاعه ما حدش بيصححها، لو طلع خبر كاذب ما حد. بعد 25 يناير بفتره قصيره بقى عندنا المتحدث الاعلامي باسم وزاره الداخليه او متحدث باسم وزاره الداخليه، وبدأت وزارة الداخلية تتعامل مع المصريين بقدر من الشفافية وتعلن الحقيقة، حصل كذا 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 كذا، لا في مش عارف مين اتقتل، ايوه لا الضابط قبض عليه وحيل للتحقيق ومش عارف مين. الشرطة قررت ان تتواصل مع المصريين تواصل مباشر كي لا تترك للشر واهله والافاعي افساد العلاقة بالاكاذيب دون توضيح الحقائق. الشرطة مثلا ما بعد 25 يناير انشأت، ربما قبل 25 يناير كان في حاجة على استحياء عن حقوق الإنسان جوه الوزارة في قطاع كامل، لكن بعد 25 يناير أصبح لهذا القطاع دور ويقابل ويتكلم ويروح وتيجي وفود أجنبية ويروحوا السجون ويجوا من السجون، لا يسمحوا بانتشار الإشاعات والأكاذيب. ابتدينا نشوف الشرطة بتنزل يوم عيدها توزع ورد وبونبوني ومش عارف تعمل ايه، بصرف النظر عن انه بعض الناس استقبلت ده بسخرية، لكن هو بيحمل رسالة بس ان احنا بنشتغل معاكو وعشانكو، معاكو وعشانكو يعني. وبعدين الحقيقة ان دم رجال الشرطة، دم شهداء الشرطة في اول سنتين ثلاثة بعد 30 يونيو يعني حرق قلب المصريين. ابتدينا نشوف ولاد صغيرين شباب أبطال بيفجروا بيقتلوا، محمد المبروك بيفجر تحت بيته، اللواء نبيل فراج بيفجر في بيقتل في كرداسة، بنشوف مين رايح يشوف لقى قنبلة عند الكنيسة رايح يفجرها تنفجر فيه، بتوع الحماية المدنية محمد لطفي عند الاتحادية يوم 30 يونيو في الذكرى الأولى ده الدم، دم الشهداء الأبطال من رجال الشرطة يعني كمان فتح عين المصريين أكتر وأكتر على الثمن اللي كان بيدفع. بالمناسبة في مصر بعد 81 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات لغاية سنة 90 كان في إرهاب رهيب وكان ضباط الشرطة يقتلوا وفي عمليات إرهابية شديدة، لكن المصريين ما يعرفوش، الوزارة وكأنها معتبرة ان ده امر يخصها، يعني بنسمع عملية ارهابية وقتل اتنين ضباط شرطة انما لما ابتدى المصريين كمان يبقى، احنا شفنا تفجيرات على الهواء، يعني شفنا ضابط في الهرم جاي يفك القنبلة انفجرت فيه ومات قصادنا، شفنا في عند الاتحادية قنبلة الضباط بيحاولوا يفكوها بتوع الحماية المدنية انفجرت فيه. اللي حصل ده كمان يعني طب هو منطقي التعامل اللي حضرتك اشرت اليهم منطق
يعني بيغطي على الأمر ويضعه طي الكتمان أو على الأقل النشر المبسط المحدود وإبراز هذه الملاحم، أيهما حضرتك أكثر ميلا ليه؟ إزاي ما أقولش للمصريين إن الشباب دول ماتوا عشانكو، عشان هما بيحموكوا من القنابل اللي كانت هتنفجر فيكوا وتموتكوا انتوا وعيالكوا؟ ازاي ما اقولش للمصريين ان السيد اللواء نبيل فراج قاد حمله بنفسه وهو لواء كبير في الداخليه وراح كرداسه فقتل شهيدا وهو متشبث بسلاحه؟ ازاي ما اقولش للمصريين الكلام؟ ان اخفيت ده وفي نفس الوقت سبت الفضائيات والمنصات الإعلامية واللجان الإلكترونية تكذب وتروج الأكاذيب وتخلق حكايات وهمية وتستعدي الناس، يبقى أنا بأتسبب في عزلة جهاز الشرطة عن المصريين، ولما يرجعوا يتراكم الغضب نتيجة معلومات مجهلة ألوم نفسي بقى ما لومش المصريين. طيب بمناسبة الحديث عن المنصات الإعلامية، هذه المنصات بحسب كل ما تبثه والراصدون لها يرصدوا خصومة واضحة بين هذه التنظيمات أو هذه المنصات اللي بيعبروا عنها والدولة في عمومها، وتحديدا رأس الدولة ورأس القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تتم الإشارة لانتهاكات من قبل أفراد الشرطة ولا مساوئ أو عورات لمحاولة إظهارها لدى الجهاز الأمني. الأمر مرتبط بضعف القدرة على الوصول إلى مداخل وزارة الداخلية، ولا الأمر مرتبط بأن هناك خصومة أكبر؟ لا، هو الأمر تجاوز بعد 30 يونيو بقى الجماعة الإرهابية والأجهزة المخابراتية اللي وراها والمنصات الإعلامية والدول المعادية ذات الأطماع، كل دول على بعض بقى عندهم خصومة رئيسية مع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هو كان وزير الدفاع في 30 يونيو، وكانوا المصريين بيقولوا له انزل يا سيسي، فنزل وانحاز هو وقوات المسلحة للمصريين وإرادتهم، لم ولن يغفروا له هذا الانحياز. ثم بعد أن انحاز هو والقوات المسلحة لإرادة المصريين وقالوا نموت وتتقطع قبل ما حد يمد إيده على المصريين، عندما بدأت رئاسته كانوا مستعدين ما يبقاش فيه خصومة بينه وبينهم، لو هو فاشل، لو الدولة بتنهار، لو سايب مواد للعيانين بيعيوا اكتر والبيوت بتتهد وبتقع ومفيش كهرباء والكهرباء فيبقى رئيس فاشل، يبقى فشله في حد ذاته مادة للهجوم على مصر لإغراقها او لتدميرها في مخطط فوضى. الحقيقة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدولة المصرية من 30 يونيو للنهاردة يتحركوا بالدولة المصرية للأمام وبيبنوا مستقبل ومشاريع ويحققوا إنجازات وتحالفات دولية وكذا، أشياء كتيرة قوي طول الوقت بنتكلم عنها. ده زاد الخصومة بقى، هم متصورين وهما جهلا إنه مثلا لو في أي لحظة من اللحظات بعد 50 سنة بعد 100 سنة ما بقاش الرئيس السيسي في المشهد، وكأنهم سيعودوا ويسيطروا على المصريين ويحتلوا عقولهم وأرضهم مرة تانية، ده وهم، ده أكذوبة، ده هم مش شايفين المصريين واللي حصل فيهم، هم مش شايفين أن المصريين بعد السنة السوداء يونيو 12 يونيو 13 بعد السنة دي المصريين تحول وعيهم إلى الإدراك الكامل بالعداء بينهم وبين هذه الجماعة الإرهابية التي تستخدم الدين والدين بعيد كل البعد عنها. فأيوة المصريين قالوا انزل يا سيسي وطلبوا من القوات المسلحة أن تنحاز لهم، لأن هذه إرادتهم كانت وما زالت وستظل. وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي هم النهارده في خصومة مباشرة معاه وكأنه هو الوحيد اللي واخد الموقف ده، مش ملايين المصريين، لكن هم مش عايزين يشوفوا، لأنهم كمان أحمد لو هم انتبهوا وأدركوا بحق أن المصريين بيكرهوهم وبيحتقروهم وبيعتبروهم أعدائهم كانوا لازم يقفلوا المنصات الإعلامية دي ويلموا العدة ويروحوا، إنما ده بيقبضوا $60,000 وحاجات كده، فلازم يروجوا الأكذوبة إن لدى المصريين معانا، لكن المشكلة في الرئيس السيسي وهي أكذوبة مش حقيقية. طيب بمناسبة حديث حضرتك الأخير، حجم الخلافات الحاصل بين أنصار أو فريق هذه الجماعة حتى من يعني أبناء الطبقة الواحدة ممن تمكنوا من الهرب أو الذين كان لهم ملاذ هناك، حجم شقاق رهيب. يعني في إحدى المناسبات خرج بعضهم إلى الشارع ففوجئ ببعض الشباب
يهاجموهم وينتقدوهم ويوجهوا إليهم اتهامات في الذمم المالية وفي الاستيلاء على أموال، وبعض العاملين في هذه المنصات سيطروا على الحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي وقالوا نشروا عقود وفضحوا الدنيا. طيب يعني إذا كان مستوى العلاقة أصلا بين أنصار هذا الفريق بهذا المستوى، كيف يمكن الرهان على أن مستقبلا ينتظرهم في التقبل مثلا أو العيش المشترك؟ ولا أي مستقبل. اليوم اللي هزموا فيه بعد ما فقدوا الجائزة الكبرى مصر واتحط مرسي في السجن ومكتب الإرشاد في السجن واللي هرب هرب، في اليوم ده على فكرة هم أدركوا أنهم هزموا هزيمة نكراء، وإنه شغل 80 سنة هزم في سنة على إيد المصريين، وإنهم لن يعودوا. طب أمال إيه الحكاية؟ بس هم لما سافروا ده نوع من أنواع الارتزاق، دي مهنة انك تكون معارض لعبد الفتاح السيسي ومصر وكل يوم تطلع تشتم في التلفزيون، دي وظيفة بيقبضوا عليها فلوس. طيب في واحد بيقبض 60,000 دولار وواحد ما بيقبضش حاجة خالص، في ناس عايشة في قصور على مش عارفة في اسطنبول وعلى البوسفور وبتاع، وفي 10 في أوضة، وفي ناس بتطلع تشتغل في القهاوي لانها مش لاقية تاكل. مفيش اي نسيج مشترك. يعني اذا كان في بعض الناس كانت مخدوعة انه احنا بنعمل عمل نضالي وديني والوجه الله والوجه الوطن، والنهاردة ما عادش في اي خديعة من ده، بقى في ادراك تام ان في نهيبة، في تمويل، في شنطة فلوس، مين ياخدها وياخد منها قد ايه. فولا عايش مشترك بينهم ولا تواجد ليهم، ولا حد منهم يقدر بجد ينزل مصر، مش عشان هيتقبض عليه نتيجة لكل جرائمه اللي بيرتكبها تاني كل يوم، لا، لأنه المصريين لن يفسحوا له في وسطهم مكان، لأنهم أدركوا أنه مجرد صنيعة أجهزة مخابرات، ومجرد مرتزق، ومجرد بيقبض شوية فلوس، ومجرد بيشتم بالزنبلك. يعني ده في حد بيقول له اشتم، اشتم الضباط النهاردة، لا اشتم السيسي بكرة، لا اشتم المصريين بعده، لا هنعمل ثورة، لا مش عارف هنعمل ايه، عشان انت آخر الشهر هتقبض. ولا موقف ولا مبدأ ولا يقين ولا عقيدة، ده صنعة وفلوس وإرشينات وكده. أستاذة أميرة، حضرتك أشرت لنقطة هي ملحوظة تماما على مدار السنوات الماضية، مرتبطة بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة، القائد الأعلى للمجلس الأعلى للشرطة، يزور التدريبات اللي بتتم فجرا لطلبة كلية الشرطة. صحيح أنه من المقبول أو المفهوم أن يحضر حفل التخرج مثلا لطلبة كليات الشرطة، لكن الحرص على زيارة الكليات وتتبع معدلات التدريبات اللياقية والكفاءة وما إلى ذلك مسألة بدت لافتة خلال السنوات الماضية. من بعد 30 يونيو احنا ابتدينا نسمع مصطلح جديد في البيانات اللي طالعة من وزارة الداخلية أو من المتحدث العسكري وعن العمليات في سيناء مثلا، نسمع عبارة قوات إنفاذ القانون. قوات إنفاذ القانون هي القوات التي تطبق القانون من رجال الشرطة ورجال الجيش، وبالتالي لازم يبقى في انسجام في قدر التدريب وشكل التسليح، لأنهم بيشتغلوا مع بعض، بيشتغلوا مع بعض في نفس الوقت. احنا مش بس شفنا الرئيس بيحضر مثلا التدريبات الصبح في كلية الشرطة أو في الكلية الحربية، لا، احنا شفنا في حفلات التخرج في طابور العرض يبقى حفل تخرج الكلية الحربية وفي جزء من طابور العرض ضباط الشرطة حديث التخرج، وفي حفل التخرج بتاع الشرطة نلاقي جزء من طابور العرض ضباط الجيش حديث التخرج، وشفنا في كل الاحتفالات دول ودول مع بعض. هنا الدولة تصنع مفهوم جديد، لا صراع بين المؤسسات الأمنية، بالعكس هما بيكملوا بعض. وامبارح في الاحتفال بلاك كوبر اللي طلعوا اتكلموا قالوا احنا يا ريس احنا بنقول للمصريين احنا جاهزين بتسليحنا، دي جملة مهمة قوي، لانه كان ما قبل 25 يناير رجال الشرطة يقولوا انهم غير جاهزين وأن لمواجهة الإرهاب، وأن الأسلحة اللي بتجيلهم والعربيات والتدريب وكذا لا يصلح لمواجهة ده. النهاردة بقاش كده، النهاردة إحنا جاهزين في التسليح، وشفنا قوات مكافحة الإرهاب في الشرطة لا تقل كفاءة عن قوات الصاعقة في الجيش، وعندنا قوات الخاصة، والاتنين يشتغلوا مع بعض باسم قوات إنفاذ القانون. دي رسالة شديدة الأهمية للمصريين، دول ولادكم ودول ولادكم، كل واحد ليه دور، لكن يتحد الفريقين في مواجهة الإرهاب
وينجزوا عمل معا ويطبقوا القانون ويحمكوا معا ويستشهدوا معا ويكرموا معا. شكرا جزيلا لحضرتك استاذ اميره بهيج. استاذ احمد شكرا لحضراتكم ايضا. انتهت هذه الفقره لنا فاصل ونعود من بعد ذلك لاستكمال فقرات هذه الحلقه. اهلا بحضراتكم من جديد. فقره جديده هذه المره لن تختلف كثيرا عما كنا نتناوله على مدار الايام الماضيه، وتحديدا بالامس كانت الاحتفاليه التي حضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكرم فيها عددا من اسماء شهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم في سبيل وطنهم. في هذه الفقرة ستسمح لي متكرمين بأن أتحلل ولو قليلا من اللغة العربية لنتحدث مع اثنتين من زوجات الشهداء، من الذين ولازلت أصر على استخدام التوصيف الذي استعمله الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، هانت عليهم أنفسهم ولم يهن عليهم الوطن، لأنه تعبير حقيقة كان بالغ الدلالة في التعبير عن مستوى التضحية، الذين جادوا بأنفسهم وهانت عليهم أنفسهم ولم يهن عليهم الوطن. ضيوفي في الاستوديو في هذه الفقرة السيدة مروة واعر زوجة الشهيد العقيد رامي علي أحمد وابنته لجين. أهلا بحضرتك مدام مروة. أهلا لجين. أهلا. وكذلك السيدة هند حاتم عبد العظيم زوجة الشهيد مساعد ثالث محمد جمال علي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. وجمال وحبيبة جمال. أهلا. نبدأ الكلام مباشرة مع السيدة مروة واعر. مدام مروة أهلا وسهلا بحضرتك من جديد. أهلا بحضرتك. قيمة الشهادة احنا بنتعرض لها بشكل دائم في سير وفي أحاديث وفي حكاوي وتتحط بشكل دائم على مستوى السماع. تمام. حضرتك كنت تتصوري في لحظة من اللحظات انك هتكوني عرضة للموقف بالشكل ده؟ لسه النهاردة كده وانا جاية في الطريق كلمت واحدة صاحبتي، يعني قلت لها انا عمري ما كنت اتخيل ان ده يحصل لي. انا كنت بسمع عن شهداء واسمع عن ناس كتير بيحصل لها كده، بس ما كنتش عارفه ان انا ممكن ابقى واحده منهم. رغم انك مدركه من البدايه انك متزوجه من ضابط شرطه. عمره ما جه في بالي ان رامي ممكن يروح. طريقه التعامل مع ضابط شرطه حياه صعبه جدا بعيد. كزوجه او كضابط نفسه لا طبعا الحياه صعبه جدا، ما بنشوفوش اصلا. العقيد رامي استشهد في واقعه الضرب الاحمر. تمام. يوم 18/2 18 فبراير. تمام. يعني مش حابب الأسئلة تكون نمطية واستهلاكية وتقليدية، لكن خلص. بالضرورة في جانب نفسي شديد الأهمية في يعني أنا آسف التعبير لكن العد التنازلي للاستشهاد، لحظة الوفاة وما قبلها. لحظة اليوم بتاع الوفاة كان يوم عادي طبيعي جدا زي أي الأيام العادية جدا. نزل راح شغله، بس كان هو أوريدي ثلاث أيام قبلها كانت المأمورية، كان بيجي ينزل الصبح بدري ويرجع الساعة 4 الفجر. دي كانت يعني ما كانش بيجي تقريبا. اليوم ده نزل واخر مكالمه كانت ما بيننا وبين بعض او اتصال كان الساعه 7:30. دي كانت اخر حاجه ما بيننا وبين بعض. 7:30 بالليل. 7:30 بالليل وهو استشهد الساعه 9:05 بالظبط. حضرتك عرفتي من وسائل الاعلام وقت التغطيه للحادث ده ولا عرفتي بعدها ان هو توفى 9:05؟ كانت اخر حاجه على الواتساب، هو دايما ماسك الواتساب، فدي كانت اخر لاست سين كانت لي. فانا واثقه ان هو استشهد الوقت ده، انا ما اعرفش امتى. احساس بس من خلال الواتساب انه استشهد. وما ردش الموبايل طبعا اتقفل وما عرفناش عنه حاجه خالص، وانا عرفت عن طريق الفيسبوك، ما عرفت ما حدش بلغني، ما حدش قدر يبلغني خالص الخبر. بلغت رسميا امتى؟ ما بلغتش رسميا اصلا خالص. لكن خلاص بقى عندك ادراك كامل ان هو استشهد. الفيسبوك كله بقى. مدام هند اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. زوج حضرتك الشهيد محمد جمال استشهد في يناير الماضي، يعني سنه تقريبا بالتمام على استشهاد. استشهد في مجال اخر مرتبط بمكافحه المخدرات. ايه اللي حصل في اليوم؟ هو كان لسه مسافر بقاله يومين، هو بيعد 20 وبيجي 10. كان طالع جاي ضابط جديد من مصر، بس مجرد ان هو مكافحه المخدرات بس 20 يوم انتداب لمده 20 يوم. محمد كان في المباحث، فواقفين في كمين غير الكمين بتاعهم اصلا، ده كمين عاملينه مخصوص لمطارده المخدرات، ده ضابط جاي من مطارده المخدرات بس اللي هو مباحث المخدرات. فمعديه عربيه ربع نقل معديه فيها مخدرات، فبينزلوهم عادي وتفتيش. اللي راكب العربيه يعني شابين خايفين اتلجلجوا شويه، لقوهم بيوقعوا كيس من جيبهم وكده، لقوا فيها هروين وحاجات، فبينزلوهم. واحد جري في الزراعي في اراضي زراعيه، الضابط جري وراه وقال له يا محمد
خلي بالك من ده. فمحمد بيحاول ينزله وبيفتش العربية التاني دور العربية في ثانية نسوا يشيلوا المفتاح دور العربية وخد جوزي بسرعة جامدة جدا. ده كله جوزي في الباب من بره يعني منه للهوا خدوا مسافة جامدة جدا. كل الهدف ان السواق دوت ان هو يوقع جوزي بيقولك ان هو عمال يروح يمين ويروح شمال بحيث ان هو يوقعه ويدوس عليه المهم ان هو عاوز يموته وخلاص يخلص منه. فجأة واحدة لقى عمود كهرباء قدامه خبط فيه العمود محمد وقع من جبل رملي مسافة عالية وقع على العمود على رقبته عمل له كسر في النخاع الشوكي وكسر في الفقرات العمود الشوكي بتاع القطع خالص نهائي. محمد كان مكلمني قبلها وبيطمن على الأطفال وقفل معي وقال لي أنا واقف على كمين. الساعة 2 بالليل لقيت حمية طالع لي وبيقول لي تعالي لبسي ولبسي الأولاد محمد عمل حادثة. قلت له حادثة ايه محمد في كمين ضرب بالنار قال لي مش عارف. رحنا المستشفى كان هو في راس صدر حولوه على مديرة مستشفى مديرة نصر في مصر. رحنا قال لك لا لازم عملية وشلل رباعي لو عاش هيفضل شلل رباعي طول العمر. دخل وعمل عملية واتنين وفي الآخر غيبوبة كاملة وبعد كده توفى يوم 26/1. أنا نفس السؤال اللي سألته للمدام مروة بسأله حضرتك إحساس إن زوجك ممكن يستشهد او انك تكوني جزء من حاله مرتبطه بشهيد عدت على بالك خطرت على بالك وانت بتتزوجي حد من افراد الشرطه؟ لا عمري ما توقعت ان هيحصل لي موقف زي ده او انا هتحط في موقف زي ده ما جاش في بالي. انا حاسه ان الموضوع ده برده كان بعيد عني يعني انا بتفرج واقعد وكده وكان قبلها بفتره مفرجني على فيديوهات وحاجات بيقول لي يا ريت اكون واحد منهم ما في قبلها ب10 ايام الاجازه بتاعته. قلت له طب ليه كده قال لي دي حاجه حلوه ما فيش. فانا ما كنتش متوقع حاجه زي كده مش حساها يعني انا حاسه ان الموضوع ده بعيد عني وعن بيتي وعن ولادي. ففجاه واحده انا مش عارفه انا فوجئت بالموضوع ده ازاي وحصل ازاي مش عارفه يعني ده موضوع غريب بصراحه بس هو بصراحه مكانه كويسه بالنسبه لي. صحيح صحيح في ارفع المكان. مدام مروه التعامل مع ضابط شرطه وضابط شرطه بيتعامل في ظرف احنا من بعد 2011 وصولا الى السنوات الاخيره القليله اللي فاتت كان الظرف دقيق للغايه ظرف على المستوى الامني. حياتك كانت عامله ازاي مع الشهيد ده؟ رامي بقى جه تقريبا ساعه الثوره رجع كان في الشيخ زويد انت عارف حاجه يعني ايه الشيخ زويد رجع الحمد لله وراجل وقف وحمل الاسم بتاعه وبعد ما رجع ابتدت بقى الدنيا بقى تتظبط يروح الجهاز تاني يرجع الجهاز تاني ويبتدي شغله لحد ما وصل لشمال يعني منطقة بتاعت الساحل ورود الفرج وشبرا دي كانت المنطقة اللي هو ماسكها وكان من يعني من أشطر الضباط بتاعة الأمن الوطني اللي مسكت المنطقة دي وكان الناس كلها بتحبه في شبرا عامة يعني مفيش حد في شبرا ما يعرفش رامي ولا يعرف اللي عمله رامي في شبرا واللي غيره رامي في شبرا. ان انا اتعامل معاه بقى هو تقريبا كان بينزل 9 لا طيب معلش في النقطة دي يعني المفهوم ان العلاقة بين ضابط في الامن الوطني او ضابط مباحث او الضباط في القطاعات اللي بالشكل ده ان طبيعي العلاقة بينه وبين المواطنين تكون متوتره يكون فيها خالص شيء من الخوف خالص أو خالص رامي ما كانش كده خالص بالعكس كان دايما حماية قال لي لسه قريب ان هو كان ضابط الفقراء ان هو كان ما بيتعاملش الا مع الناس الطبقه اللي هي دي اللي هو عايز يصلح لهم حالهم عايز يبقى المكان نفسه كويس التكاسي يعملها موقف بتوع الخضار يعمل لهم مكان يقعدوا فيه عشان بتوع البلديه ما حدش يضايقهم كان حاجه تانية خالص هيك في كل مكان في شبرا لحد دلوقتي صوره رامي موجوده. حضرتك عرفتي من خلال الفيسبوك او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي انه استشهد اللحظات دي على اللي قبلها لوجي مرت ازاي على لوجي؟ لوجي حب الاطفال هو انا عندي 4 عندي هانيا ولوجين وجايده وعلي هي من احب الاطفال ليه هو كشخصيه شكلا وموضوعا هي شكله جدا هو بيحبها هي تقول بقى يا لوجي هاي بابي كان عامل معك ايه؟ كان بيلعب معايا وكان يجيب لي حاجات حلوه وكان مين اللي بيديكي الحق؟ هو هي لوجي تعبانه عندها نقص في الجروس هرمون فهو اللي كان دايما بيصر ان هو اللي يديها الحقنه هي زي حقنه الانسولين بتتاخد كل يوم فكان هو اللي بيصر دايما ان هو يديها الحقنه ما حدش يديها لها. الاستشهاد حصل الساعه 9:30 بالليل في تمام. فبراير الماضي في ضرب الاحمر النوم او
الساعات اللي مرت لحد فجر اليوم التالي؟ من اصعب الساعات اللي عدت عليا. ان انا بقى حياتك انا ده اصلا لحد يعني لما سمعت الخبر اللي هو انا مش مستوعبه وحاسه ان هو مصاب مش 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 استشهد لحد ما جانا الخبر وخدوا الدي ان ايه من حماية والفقرات دي كلها بقى انا كنت يعني بين حماية وحماتي واخواتي وقاعدين لحد ما نزلنا الصبح بدري ورحنا صلاه الجنازه والدفن. مدام هند، طريقه التعامل مع الاولاد في حاله احد افراد الشرطه اللي استشهد، بتبلغيه ازاي؟ بتوصلي الطفل ازاي؟ هو مدرك طبيعه الحاله اللي انتم بتمروا بيها او ان الوالد فقد، وحاله الفقد من امر ما يمكن، لكن الفقد في ظروف زي ظروف العمليات الامنيه، طريقه التعامل فيها مع طفل بتكون ازاي؟ حضرتك من محافظه المنوفيه قلت. صعبه جدا وخصوصا للاطفال، لان حبيبه لغايه الان لا بابا ما ماتش، بابا في المستشفى، تعالي وديني ليه؟ طب اوديكي ليه فين يا حبيبتي؟ انا بوديكي ليه المقابر تزوريه عشان تعرفي ان ده مكان بابا. لا انت بتضحكي عليا، احنا لازم نروح لبابا. انا بعالجها اني رفضت التعليم، رافضه المذاكره، رافضه كل حاجه، هتوديني لبابا هذاكر واعمل كل حاجه. فدي صعبه جدا وخصوصا لطفل برضه عنده 6 سنين كان مرتبط بباباه جدا، وكان بيجي 10 ايام بس، كان 10 ايام دول اكنه شهر بحاله، فكان صعبه. وخصوصا الطفل اللي جاي بقى عنده 5 شهور ده بقى مسؤوليه تانية، دي انا مش عارفه يعني او اما يكبر دوت انا ازاي يطلع ما يلاقيش اب. يعني ده خلاص عرفوا ان بابا كان موجود ومات، طب والطفل الصغير اللي عنده 5 شهور ده، دي بقى دي مسؤوليه تانية كبيره جدا، دي بقى اللي انا شايله همها بجد، اني ما في يعني حاجة صعبة ان يطلع ما يلاقيش اب موجود معاه، ما يلاقيش كده. هو صعبة. جمال بس امن على الكرسي وغالبا مروح، فانا مضطر اسال جمال. اقعد يا جمال، ما تتحركش تاني. انت فاكر بابا كويس؟ كان بيعمل لك ايه؟ كان بيعمل معاك، كان بيدي لجين بابا، لجين كان بيديها الحقنة، انت بابا كان بيعمل معاك ايه؟ اقعد عدل وارفع راسك واتكلم. بيلعب معاك؟ انت منين من المنوفية يا جمال؟ وسنا. طيب هو جمال من مركز وسنا في محافظة المنوفية. شكل الدعم اللي بيقدم لأسرة شهيد الشرطة، لأن المسألة يعني حضرتك بتكلمي عن فقد وأطفال أصغرهم أو آخرهم طفل عمره 5 شهور أو 6 شهور زي ما حضرتك أشرتي، أشكال الدعم اللي الدولة بترعى أسرة الشهيد بيها وهي رعاية مستحقة؟ لا بصراحة ما حدش متأخر معانا يعني كماديا او معنويا. يعني احنا كنا من يومين في عيد الشرطه عندنا في المنوفيه، بصراحه كان مقابله كويسه، كلعب للاطفال، كاحتفاليه، اهتمام ماديا ومعنويا بصراحه. حتى الاطفال بقى يحبوا يستنوا اليوم ده، ليه؟ بيحسوا ان هم يعني هو كتعويض، هو بيقدروا بيعملوا عليه اللي هم يعني يقدروا عليه بجد. بس هو بصراحه الناس واقفه معانا كويس جدا وشكر لهم كلهم بجد. مدام مروه، هو مفيش تعويض باي شكل من الاشكال يعوض جميل. شهيد مهما كان تاني. شكل التعويض، لكن بالضروره القدره على التعامل مع الحياه في وجود فراغ لعائل الاسره ولكبير الاسره، الامر صعب وفي تحدي دقيق للغايه. اشكال الدعم اللي بتقدم وهي اشكال دعم مستحقه وليس اتمنى من عليكم. مش مقصرين خالص معانا زي ما قالت المدام، بكل حاجه نفسيا ومعنويا وماديا، واي حاجه تخص الولاد بيبقوا قابلين. احنا لو طلبنا اي طلب بيتنفذ من غير اي حاجه، وبشكر يعني انا بشكر في البرنامج العلاقات الانسانيه في الداخليه بجد، هم فعلا علاقات انسانيه، بس بكل ضابط فيهم، بحنيتهم على اولادنا، بالهدايا اللي بتتقدم لاولادنا في كل مناسبه ومن غير مناسبه. طبعا بشكر طبعا الامن الوطني، بشكره طبعا لوقوفه جنبي، لكل حد واقف جنبي من ساعه ما رامي استشهد من اول ساعه لحد تقريبا دلوقتي. ده اول عيد شرطه يمر بعد استشهاد العقيد رامي بالزبط. وبعد استشهاد محمد جمال. حضرتك من الاسم الشهيد رامي من الاسامي اللي كرمت بالامس الوسام الجمهوريه، بلغته امتى؟ وبلغته بالتكريم امتى بان اسم الشهيد رامي هيكون من بين الاسماء المكرمه؟ والله انا بلغت بالظبط رسمي من 2 اسبوع، وقبلها كان في كلام ان في يوم من شهر، بس ما اعرفش قبل كده يعني. الاسره الاكبر، العائله الاكبر، تعاملت ازاي معاكم ومع اسرتكم وقت او ما بعد استشهاد العقيد رامي؟ العيله الكبيره، مامتي يعني، مامتي اللي واقفه معايا طبعا. نعم. مامتي بس اكتر حد واقف معايا واخواتي،
وهي مش سايباني، هي تقريبا من يوم الاستشهاد وهي معايا في البيت بتشيل الولاد، ده انا اروح الشغل كده ده يومنا يعني. وبابا رامي ربنا يخليه ويبارك له. طبيعة أشكال الدعم اللي بتقدم تجاوز الظرف الإنساني، لأنه هو التجاوز برضو مسألة صعبة. لا كان أصعب سنة عدت علينا في حياتنا إن إحنا نتجاوزها أصلا، دي كانت صعبة، وإن أنا أقدر أتجاوزها بأربع أطفال لوحدي تماما معيش أي حد كانت صعبة جدا، بالذات أنا كمان ما كنتش بشتغل وابتديت أشتغل، فطبعا الموضوع بقى صعب مع فعلا أربع أطفال صعبة جدا. مدام هند، محافظة المنوفية محافظة بيتقال دايما إن هي بتقدر العمل الميري، الانتماء للقوات المسلحه، الانتماء لجهاز الشرطه، مساله تاريخيا في ريف مصر عموما، لكن في محافظه المنوفيه الامر ليه ملمح خاص. ما بعد استشهاد محمد جمال، اقرانه، قرايبه، اهله، مساله الالتحاق بالشرطه، الرغبه في ان هم يكونوا جزء من الشرطه المصريه، قلت زادت زي ما هي، الامور بتدار ازاي؟ لا زايده، ده لان ابني عاوز يبقى تطلع ظابط، بيقول انا هطلع ظابط زي بابا واخد حق، واخد يعني واطلع ظابط لان انا بحب مصر وعاوز اخد حق بابا. لا دي زايده، بالعكس انا رفضت ان بقول له لا مش هتطلع ظابط، بيقول لي ليه انت خايف ان انا اموت زي بابا؟ انا عجزت ما قدرتش اتكلم، قلت له لا يا حبيبي اطلع ظابط وخد حق بابا. لا الموضوع بيزيد، وانا بشجع اي واحد بجد ان هو يطلع يشتغل في الشرطه وفي الجيش، لان ما كناش نخدم بلدنا مين اللي هيخدم بلدنا؟ لا ما يخافش من الاستشهاد، دي مكانه جميله جدا. طيب ودي حاجه يعني حلوه. بيتقال ان الكلام ده يعني شويه في جزء بروباجندا او كلام بيتردد في الاعلام، الموضوع وصل لمستوى القناعه دي ان ايه المشكله ان انا استشهد؟ انا بستشهد عشان البلد، يعني القيم دي حاضره وموجوده عند اطفال او عند ناس في الريف المصري؟ في ايوه طبعا، طب انا من الريف المصري اهو ومقتنعه بيه، وفي ناس مش مقتنعه بيه، ليه ايه اللي خلاه عامل في نفسه كده؟ سمعتها؟ لا هو ما عملش كده، ده حاجه بتاع ربنا. في نفس الوقت لو كل واحد قال انا خليني في نفسي، لا انا مش انا مجرد ان انا واقف في كمين ماليش دعوه عدي وشكرا كده، لا طبعا ده غلط، ده اسلوب غلط. لا انا المفروض انا اعرف شغال في شغلانه زي دي، لو مش قدها ما اشتغلهاش. لا انا لازم انا اقف وادافع عن بلدي واكون قد وقد المسؤوليه، لا اما ما اشتغلش شغلانه زي دي لا اقعد في بيتي. ده ان انا يعني اوجهه لكل واحد، لان انا كنت محمد في المستشفى سمعتها ايه اللي هو جابه لنفسه اهو قاعد على السرير، قلت له لا استفاد سمعته الحلوه، واستفاد ان هو ما يجي ابني في المستقبل يقول بابا ضحى بحياته عشان شباب البلد وعشان البلد، دي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. مدام مروه، بيتقال ان الثمن اللي قدم من شهداء الشرطه وشهداء القوات المسلحه وشهداء مصر في عمومها لازم يكون ثمن معتبر، ان الدوله تقف على رجليها، ان الدوله تقدم مشروعات محترمه، ان الدوله تغير واقعها، ده امر مستحق. حضرتك لمسه ده يعني شايفه ان رامي لما استشهد وكان المقابل بتاعه حاصل على الارض؟ اه طبعا كل فيهم واحد ضحى بحياته او بنفسه وببيته وبولاده، لا طبعا قصاده في بلد، في حضرتك قاعد بتقدم برنامج، الدكتور في المستشفى، كل واحد في شغله، المهندس بيبني بسبب اللي ضحوا بحياتهم دول، بس كل واحد عايش في البلد دي تمام وكويس ومنعم بالامن والامان اللي وصلنا له دلوقتي بعد فتره صعبه جدا عدت علينا بعد ثوره يناير بسبب الناس دي، كل واحد فيهم. حضرتك قلت ان هو جه من الشيخ زويد في 2011 كان بيخدم هناك وبعدين بدا كان يخدم محاما اسمه، وكان راجل برضه. كان مقيم الوضع ازاي؟ كان شايف الوضع المضطرب امنيا، الدنيا مش مستقره، كان شايف، كان بيتكلم معاكي فيه؟ رامي من الشخصيات اللي ما يحبش يتكلم عن شغله كتير، دايما فيه سر كده ما يحبش يتكلم فيه، بس دايما كان شايف ان الدنيا هتبقى احسن لو الاخوان مش موجودين، ولما مسكوا الحكم قال لي هيمشوا ومش هيفضلوا، يعني كانت دايما يقول الكلمه دي، هم مش هيفضلوا. ولما طبعا الرئيس السيسي مسك كانت انقذنا وانقذ بلد بحالها. مدام هند اتكلمت عن القيم اللي بيتم تناقلها في الريف، عن فكره ان انا استشهد بس هو كان راجل واقف، شكل انا رامي جري مش واقف، انا جري عشان يحمي منطقه بحالها، يعني الوقت ده رامي لما انفجرت العربونه سيف ان كان فيه ولا في الامين اللي معاه، هم حموا الاثنين دول، حموا بلد بحالها، لان هو الراجل ده كان طالع على الحسين، فلك ان تتخيل المكان. استشهاد العقيد رامي وامين الشرطه من لحظات الاستشهاد اللي بثت صوت اللي اتصورت. نعم. ودي من الحاجات اللي كانت طبعا يعني مفاجاه لينا كلنا، مفيش اي استشهاد حصل اتصور بالمنظر ده، بس عشان يخلد التاريخ اسم رامي لحد
ولاد رامي فيهم حد مدرك ان انا بابا استشهد وان انا بابا كان بطل وانه كان واقف؟ هانيا مجد. هانيا عندها 12 سنه فهانيا فاهمه وعارفه وكلهم عارفين ان بابا بطل واحنا فخورين بيه وهنفضل فخورين بيه لحد ما نموت. حسيتي بالندم على ان رامي كان ضابط شرطه؟ ايه اللي وداه هناك يعني بالمنطق الانساني ده نصيبه ممكن. لو ما كانش ضابط شرطه كان هيبقى في مكان تاني وهيموت برضه. يعني هو جاي من الشيخ زويد مخصوص عشان يستشهد؟ ولو كان مهندس كان هيبقى بيحمي حته تانيه. رامي راجل قوي. مدام هند، الظرف العام اللي البلد فيه، انا كنت لسه بسال مدام مروه عن الثمن اللي اتحط في مقابل الناس اللي استشهدت، حضرتك شايفه الوضع ازاي؟ يعني يمكن في القاهره يكون الامر ليه صوره اوضح شويه، مشروعات بتتنفذ، طرق وكباري طول الوقت، معدلات التنميه، حجم الانجاز اللي بيحصل في البلد، واصل لمحافظات في الدلتا، واصل لمحافظات في الصعيد، واصل للقريه اللي حضرتك منها. قريتي انا؟ لا، قريتي بتعتبر مستخبيه شويه. يعني مش من الضمن اللي هي يعني اللي هي ممكن حد ما فيش، انا مش شايفه ان هي حاجه يعني دخلت فيها اهتمام القريه بتاعتي. طيب لكن المقابل اللي محمد لا دفعه يعني لما يستشهد ويضحي بحياته زي ما كنا بنتكلم من شويه، المقابل ده حضرتك لمساه؟ شايفه انه يعني ما راحش هدر بالمنطق العام؟ انا بلدي كان محمد لسه ميت وكان في عندي مباراه، يعني حاجه كده عاديه عندنا في بلدنا، عملوها دوره باسم محمد، دوره الشهيد محمد، ولعبوها كوره وخدوا ولادي وكرموهم واتذاعت على التلفزيون، قناه مش فاكره قناه ايه، واتذاعت يعني ابتدوا يهتموا يعني حاجه بقى ان دي اول شهيد في بلدهم. وانا جوزي مدفون الساعه 12 بالليل. الساعه 12 بالليل دي احنا كنا تقريبا، انا حاسه ان احنا الساعه 12 الظهر البلد كلها خرجت، البلد كلها خرجت يومين اتنين. محمد اتدفن تاني يوم، ما اتدفنش يوم 26، اتدفن يوم 27/1 الساعه 12 بالليل. يومين اتنين البلد واقفه على رجل واحده مستنيه محمد. 25 يوم البلد بحالها بتدعي لمحمد، فده طبعا تقدم حلو يعني. نعم. طيب اللواء ضياء عبد الهادي الخبير الامني، خبير الامن الجنائي، ينضم الينا عبر الهاتف. سياده اللواء اهلا وسهلا بحضرتك. قيم الشهاده او توارث قيم الشهاده واهميتها، المساله مرتبطه بسلوك وقيم مصريه قديمه ولا الامر مرتبط بحجم التحدي اللي كان في مصر على مدار السنوات الماضيه؟ والله هو حضرتك هي قيمة من زمان، مع التحدي رسخت هذه القيمة. العقيدة الشرطية اللي موجودة في جوه الضباط واللي بتتزرع فيه من وهو طالب وهو بيمارس حياته العملية دفاعا عن الوطن ودفاعا عن المواطنين، بيبقى من جواه عنده يقين وعقيده انه حتى لو استشهد في سبيل هذا المبدا لا يعني ما يبخلش بروحه على الجهاز ولا على الوطن ولا على الامن. فدي حاجه راسخه في نفسه كل من وهو طالب بيخش الكليه وهو عنده 16 17 سنه بيتزرع في هذا الكلام. الجهاز او عمل الشرطه ليس عمل، الشرطة كلنا تربينا على انها رسالة، ما هياش عمل، دي رسالة امنية. لو خدتها على انها وظيفة او انها عمل او مقابل اجر، مش هيبقى ده ادائك ولا هيبقى ده فدائك ولا هيبقى دي روحك. سيادة اللواء، العقيدة اللي حضرتك اشرت اليها واللي بتبدأ من لحظة التحاق الطالب بأكاديمية الشرطة مرتبطة ببرامج دراسية في علم النفس مثلا يمكن ان يكون ليه جانب، ولا الامر مرتبط بالقيم المتوارثة على مستوى ممارسة المهنة؟ أولا طالب كلية الشرطة مصري، واختيار كلية الشرطة في حد ذاته بيثبت تحدي لتولي مسؤولية كبرى. الشعب المصري شعب دائما عنده عقيدة ان هو فداء لوطن في كل المجالات، ما بالك بقى اللي بيخش وبيتولى المواجهة. فدي عقيدة بتبقى جواه، ده نمرة واحد. نمرة اثنين، تدريباتك، حاجاتك، تدريباتك العملية، المحاضرات اللي انت بتتلقاها، ذكر الشهداء والبطولات والحاجات اللي بتعملها، مأمورياتك اللي بتنزلها وبتشوف زمايلك وبتشوف الناس وبتشوف اللي بيموت جنبك واللي بتضرب نار عليه والحاجات اللي بتحققها، كل الكلام ده، مجموعة كل الكلام ده كله بترسخ هذه العقيده، وبيبقى الواحد
عنده يقين انه حاجه من اثنين، يا يحقق الامن يا يستشهد. مفيش حل تاني، مفيش حل وسط. انت الامن رساله ولا بد ان انت ملتزم بنتيجه تحقيق هذا الامن والامان للمواطن وللبلد، علشان هي دي النواه او الاساس اللي بيتبني عليه الاقتصاد والسياحه. طيب سياده اللواء، في لقطات مصوره وردت من سيناء مع اطلاق العمليه الشامله سيناء 2018، كانت لبعض المجندين اللي فتره خدمتهم في القوات المسلحه او في جهاز الشرطه بتنتهي وبتنقضي بعد ايام، وكان ليهم مطالب بان يستمروا في اداء العمل جنبا الى جنب مع الضباط والافراد المستمرين. السلوك الانساني او الفطره الانسانيه بتتعامل مع الحرب او مع حمل السلاح على انه يعني امر مكروه، يعني كتب عليكم القتال وهو كره لكم. من اين تاتي القناعه لدى مجند فرد في القوات المسلحه او في الشرطه بانه يستمر العمل في ظروف من هذا النوع؟ هذا المجند بيكلمك وهو في قمة تشبعه، لأنه في نهاية خدمته هو في قمة تشبعه بالحالة. قلت لك أولا دي غريزة مصرية، المصريين دول خير وجنود الله، واخد بال حضرتك؟ فدي موجودة جواها، جوا الجينات، إحنا خير وجنود الله. طب مش إحنا اللي قلنا كده؟ واخد بالك؟ ده يعني دي حاجة ثابتة. ف هو بقى الجندي ده بقاله الثلاث سنين بتوعه او الاربع سنين بتوعه شاف العمليات، مشترك ولقى زميله استشهد ولقى انه بيحقق نتيجه وان اهله فخورين بيه، عايز يستمر طبعا وعايز يكمل وعايز يحقق الرساله. ما هوش عايز، وهو فخور بنفسه وفخور ببلده وعارف انه حقق نتيجه. والامن ده احساس وشعور لما بتوصله للناس، حاجه يعني انا مش عايز اقول لحضرتك قد ايه البني ادم لما بيحقق نتيجه ولا لما بيعمل مأموريه ولا لما بيقضي على ارهابي، قد ايه هو بيبقى حصل له رضاء نفسي وشعور بان هو يحمي هذا الوطن. الكلام ده كله يا جماعه يعني حاجه عظيمه جدا، خليط من الاحاسيس والمشاعر والمسؤوليه والتدريب والامكانيات والتلقين والتدريب، الكلام ده كله، الخلطه دي كلها بتكون انسان عظيم. الجهاز يا جماعه جهاز بيشتغل مش جهدك، مش وظيفه. دي اهم ما قيل وحضرتك بدات بيه المداخله وانهيها مع حضرتك، اننا ازاء رساله وسلوك انساني قبل ان تكون وظيفه او عمل. شكرا جزيلا لحضرتك اللواء ضياء عبد الهادي الخبير في الامن الجنائي، اشكر حضرتك شكرا جزيلا. اخيرا مع مدام مروه. مدام مروه، ما فيش مره من المرات كان راجع العقيد رامي منتعض متضايق، الضغوط زايده، حجم التحدي الامني كبير، هو حس ان هو مضغوط، ولا الامر من هذا النوع لم يمر؟ لا كان حاجه كانها عاديه، يعني ده واجب هو بيعمله وعارف ان هو لازم، هو من اول ما اكيد قال القسم اكيد عارف ان دي حياته وده شغله وهو هيستمر فيه الحياه ما يموت، هو كان عارف كده. بس مدام هند، حضرتك كلمتيني عن جنازه في نص الليل، البلد بالكامل بتشيع الشهيد محمد رحمه الله عليه، احساس الفخر موجود في البلد، متوارث بين او متنقل بين الاسر، بين العائلات، بين اصدقاء محمد؟ طبعا كل فخور، يعني رغم الحزن اللي يعني سايد طبعا ما بيننا، ان محمد كان كويس جدا واخلاق كويسه، ما بينه وما بين اهله وما بين اهل البلد، ما بينه وما بين اصحابه، طبعا يعني في فخر ان واحد من بلدنا شهيد وادى واجبه وما تكاسلش عن ان هو يعمل واجبه. لا طبعا في فخر جامد، وخصوصا انا فخوره بيه، رغم ان انا زعلانه بيه، فخوره بيه ان دوت يعني ما ضحاش بنفسه كده، لا هو ضحى بنفسه وقدم نفسه ضحيه فدا للبلد ولاولاده، مستقبل ولاده ان هو يبقى حاجه كويسه، فخر لاولاده. لا طبعا شكرا جزيلا لحضرتك مدام هند حاتم زوجة الشهيد محمد جمال، وشكرا لجمال وحبيبه. شكرا جزيلا لحضرتك مدام مروه واعر زوجة الشهيد العقيد رامي هلال، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا يا نجاي. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة. انتهت هذه الحلقة من المواجهة، بعد دقائق بإذن الله نلتقي في جولة إخبارية للحصاد بإذن الله.